السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله وبداية حلقة جديدة من هلا آسيا. اليوم اكتملت مباريات دور ال 16، اليوم نقول هارد لك للمنتخبات العربية، هارد لك لمنتخب البحرين خسارته أمام المنتخب الياباني بثلاث أهداف مقابل هدف، نقول هارد لك لنسور قوسيون منتخب السوري اللي أبهرنا اليوم حقيقة في مباراته أمام المنتخب الإيراني. الكل كان يتوقع أن إيران بتفوز في هذه المباراة بسهولة، ولكن المنتخب السوري يعني أظهر بسالة وقتال وانتهت بالتعادل 1-1، وبالتالي المنتخب الإيراني فاز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بضربات الترجيح. يعني اليوم ودعنا منتخبين عربيين عزيزين علينا حقيقة، منتخب البحرين ومنتخب السوري، وصعد لمباراة دور الثمانية المنتخب الياباني والمنتخب الإيراني، وبالتالي منتخب إيران ومنتخب اليابان هم من سيلتقون مع بعض لمعرفة أيضا الفائز والواصل لدور نصف النهائي. هذه هي من المنتخبات الثمانية اللي وصلت لدور ربع النهائي. قطر راح تلاقي أوزبكستان، الأردن راح تلاقي طاجكستان، استراليا راح تلاقي كوريا الجنوبية، إيران راح تلاقي اليابان. مباريات يوم الجمعة طبعا بكرة راحة في البطولة كاملة، ولكن يوم الجمعة بإذن الله راح تكون في مبارتين، اللي هي مباراة طاجكستان والأردن على استاد أحمد بن علي الساعة 2:30، واستراليا وكوريا الجنوبية على استاد الجنوب الساعة 6:30. يوم السبت منتخب اليابان وإيران راح يلتقون على استاد المدينة التعليمية الساعة 2:30، ومنتخبنا الوطني مع المنتخب الأوزبكي على استاد البيت الساعة 6:30. هذه مباريات دور الثمانية. حازم أرحب فيك وأقول لك هارد لك. حياك الله أبو عبد الله. وأخوي خالد النصف وسعود أرحب فيك أيضا أقول لك هارد لك. يا مرحبا بك أبو عبد الله، وهذه حال الكرة، الفوز اليوم كان الأجدر للأمانة. يعني كنا إحنا تقريبا البحرين عارفين بالوضع، لكن أنت يعني بالروح ما قدرت تتغلب على المنطق أمام فريق مكون وفق نظام عالي جدا، فهذه حال كرة القدم، وراضيين بالوضع اللي إحنا فيه. نعم أبو سعود، كابتن عبد العزيز وكابتن أحمد موسى نرحب فيكم. بس على فكرة يا أبو سعود، ترى كابتن عبد العزيز حسن وأحمد موسى ومجبل، نعم، ترى كانوا قلبا وغالبا واقفين اليوم في مباراة اليابان والبحرين وراحوا لنا الملعب. مو بغريب عليهم عبد الله، احنا نتكلم عن خليجيين وعرب وإخوان، دائما احنا خلف كل منتخب عربي. ترى المباراة اللي يعني ما راحوا يمكن لمباراة واحدة طول البطولة وراحوا اليوم. يعني ايش قصدك في قرون يعني؟ مو لا بس مو بس سعود احمد موسى، انت تعرف الباقي. مجبل اول مباراة. مجبل ما يدري عن المباراة يا ريال، قاعد يصور ما شاء الله. مع المعجبين. مع التصوير. الشوط الثاني حلل. الشوط الثاني ها؟ بس والله جد يعني قسم بالله لفت انتباهي جمهور البحرين يا جماعة. اليوم عدد يعني جاي يعني شيء مو طبيعي. كنت أتمنى والله أن يعني على الأقل المنتخب البحريني يعني على الأقل والله عاد بعد هي يمكن حلوة يمكن مو بحلوة، يعني يمكن الجمهور البحريني طلع من يعني خلاص عارف من الشوط الأول والثاني. بس السوريين أنا شفت واحد يبكي والله يصيح بحرقة، لأن شعروا بيوصلون حازم كانوا لدور الثمانية. صحيح بابا، يعني سيناريو الجمهور البحريني احسن كان كان مشوار المنتخب مشوار جيد، يعني قدم المنتخب نفسه بشكل جديد بحله جديده باللاعبين الجدد اللي قدمهم المنتخب، ظهر ظهور جيد مشرف خروج مشرف، لكن كنا نمني النفس بالتاهل. أكيد وكان التاهل قاب قوسين او ادنى يعني بركلات الجزاء الترجيحيه، وانا اعتقد اننا ظلمناه نوعا ما. هذه بنجيها بنتكلم على المباراة، بنتكلم عن كل شيء، عن الأهداف، عن الطرد، عن البلنتيات، عن صحيح يعني عن كل تفاصيل مباراة إيران وسوريا. خلوني مباشرة أروح كما عودناكم إلى سوق واقف، وخليفة رميحي كالعادة ما يندرى اليوم خليفة من عنده من الجماهير، أكيد أن سوق واقف كل يوم
يقل جمهوره شوي شوي. أنا ليش؟ لأن الجمهور المنتخبات جمهور المنتخبات العربية هو أكثر من يتواجد في سوق واقف، وبالتالي اليوم الجمهور البحريني غادر منتخب البحرين، اليوم السوريين أيضا. لكن تفضل يا أبو أحمد ولك الكلمة، وخلنا نشوف إيش عندك من الجماهير اليوم. مساك الله بالخير أخوي راشد المهندي أبو عبد الله، مسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام، ونقول حق الكباتن اللي عندكم أيضا من البحرين هارد لكم إن شاء الله معوضين، ومسي على مشاهدينا أينما كانوا. وما زالت الجماهير متواصلة ومتوافدة على سوق واقف، هناك الجماهير اللي منتخبات قادرت يخيم بعض الحزن عليهم، وهناك الجماهير أيضا اللي منتخبات ما زال الأمل موجود عندها، ما زالت طبعا فرحانة ومبتهجة وتتمنى أيضا مواصلة المشوار إلى نهاية الطريق والحصول والظفر بهذه البطولة. خلوني أشوف من أخواننا البحرينيين، وفي البداية نتعرف عليه ونقول له هارد لك. أول شيء عرفني على اسمك. معك عبد الله الذواري. نعم عبد الله، نقول لك هارد لك، معوضين إن شاء الله في البطولات الجاية بإذن الله. شعورك وانت اليوم يعني تغادر هذه البطوله، وكنت تتمني نفس انكم تواصلون؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله شعور كل جمهور بحريني حزين بنسبه مغادره المنتخب، والله تمنينا منهم ان يوصلون للدور النهائي، بس الله ما اراد. والله رؤيتهم بيضة ان شاء الله، اللاعبين بيض الوي ان شاء الله بالادوار في البطولات الجايه يقدمون الاحسن. زين، من تعتقد انه يوصل في النهائي ومن بتشجع؟ والله نتوقع منتخب القطري ان شاء الله يوصل في النهائي، ولك كل التوفيق ان شاء الله، وفالهم البطوله والكاس ان شاء الله. شكرا يا الذوادي. اذا خلوني اشوف ايضا احد الاعلاميين، انا بخليه يعرف نفسه عليكم ومن اي قناه، وايضا نشكره على حضوره وتغطيه الفعاليات في قطر. انا محمد الفعوري من قناه رؤيه الفضائيه. احنا طبعا موجودين بسوق واقف ملقى الأحبة. نعم. هالسوق اللي يضم العديد من الناس، وإحنا نشوف أهلنا وعزوتنا. إحنا جينا من الأردن نآزر منتخب النشامة، إن شاء الله يا رب يكون حليفهم البيرق وياخذوا إن شاء الله كأس آسيا. قلت لي أول زيارة لك في قطر. أول زيارة. انطباعك بشكل عام عن الجماهير، عن هالقطار، عن المتواجدين سواء كان عرب أو غير عرب. بالبداية الله يا رب يديم حكام هالمخلصين ان شاء الله، وانتم حسن استقبالكم اقسم بالله يرد الروح. واجبنا هذا، واجب علينا. اصدقائي اللي من قطر يوم جيت قلت لهم قطر والدوحه راحه نفسيه، وانتم ما شاء الله عنكم راحه نفسيه، وان شاء الله يا رب حليفكم النجاح والفوز يا رب. امين. الاردن وطاجكستان 100%. من توقع طبعا اكيد قلبك وعقلك ان شاء الله، ان شاء الله النشامه. دائما احنا نقول النشامه ما منهم سلامه، وان شاء الله حليفهم النجاح وياخذوا كاس اسيا يا رب. ان شاء الله موفقين. موفقين ايضا كانوا هالامارات هني، وين راحوا هالامارات؟ انا كان ودي ايضا يعني ابناء دول مجلس طبعا السعوديه على راسنا من فوق. الله يطول عمرك. اول شيء نقول لكم هارد لكم. الله يطول. امتعتونا كلعب وأمتعتونا. النتائج دائما يمكن تكون مخيبة للأمال أحيانا، بكل تأكيد ودكم توصلون للنهائي، لكن أمتعتونا كلعب وأخلاق وحضور جماهيري كبير في بلادكم الثانية. الله يطول عمرك. الحقيقة أنه شرف كبير جدا جدا، وحنا أخوان وأكثر من الأخوان، وحتى هذه ما أعتبر أني غريب، ديرتي وأخواني وربعي. الأمانة أنه تنظيم شيء عالمي، شيء حضور فخم، شيء تستاهل زيارة قطر في كل وقت. سوق واقف شيء خيال جدا. أشكر الدولة وأشكر الشعب على حسن الضيافة والاستقبال والكرم. للأمانة هني ما أبغى أطلع من قطر، بس عندي دوام بكرة. وإحنا ما نبيك تطلع من قطر، لكن الآن متبقي أمل لدول عربية، دولة خليجية. شو تقول لجماهير السعودية الوفية اللي وقفت ويانا في هذه البطولة أنهم يدعمون ايضا اخوانهم سواء كان الاردن او قطر؟ والله من طيبهم وما قصروا، والله لنا وقفه والكل يشهد فيها، وهذا واجبنا، وكلنا اخوان نوقف مع بعض ونتابع لكره القدم. ما زلنا بنواجه الى اخر فريق عربي، ونتمناها عربيه ان شاء الله، وفريق خليجي بعد قريب، وهذا واجبنا. بيض الله وجهك. خلوني اشوف كويتي. خلنا ناخذ القطري. طيب خلنا
نقدم شوي. عرفني على اسمك والمشاهدين. سلمان العامري. ونعم سلمان. العنابي الآن كل الخليجيين وطموح الخليجيين إنه يتوفق ويوصل إلى النهائي، وهذا حق أيضا مكتسب لنا كقطريين، والبطولة على أرضنا وبين جمهورنا، ولا قصور في الجماهير الأخرى اللي تدعم العنابي وتعشق لعب العنابي. والله صراحة شرفونا، طبعا من دول الباقي جايين من الأردن واللي جاي متعني، والله صراحة شرفونا، وشي الاحتفالاتهم حتى هني في سوق واقف وايد حلوة صراحة. المباراة الجاية صعبة، دائما احنا نقول الدور الجاي أصعب، اللي راح ننساه ونفكر في اللي جاي. شو تقول حق جماهيرنا وهم ايضا وقفوا وقفه رجل مع منتخبنا، ايش تبي تقول لهم في المباراه القادمه؟ والله المباراه الجايه نتمنى حضور اكثر من هالحضور يعني اللي قبل فتره. اتمنى صراحه الجمهور يكون عدد اكثر ودعم للمنتخب. نعم. بيكون صراحه مثل ما تقول عرس كروي في الملعب. نتمنى سلمان. شكرا لك. خلوني اروح حق هالبنيه الصغيره واتعرف عليها، يمكن انا مع اخوي راشد في برنامج هلا اسيا يمكن ما طلعت اطفال وايد معاي، بس اليوم فعلا انا اتشرف ان البنات والعيال الصغار في هذا السن يكونون محتفلين ايضا مع اسرهم. شلونك؟ زينه. شو اسمك؟ نشميه. ما شاء الله، من قطر ولا من السعوديه؟ والواحده الكويت. من الكويت، حي الله الكويت. مستانسه في سوق واقف؟ حيل. ها مستانسه؟ شو اللي عجبك؟ شو اللي عجبك هني في سوق واقف؟ ما في شيء، بس ان اخي شيء بسوق واقف يعني ما في قعدات عشان اقعد، وكلها من تونا قاعده مني اخوي خذ مكاني. ها زحمه يعني؟ زحمه في السوق ما في كراسي. زين، شو تقولين حق العيال الصغار اللي مثلك؟ تقولين لهم شجعوا العنابي؟ قولي لهم شجعوا العنابي. شجعوا العنابي. بارك الله فيك. يعني واحده وين الأردن؟ احنا خذنا الأردن، انا ودي سوريا. حد من سوريا هني؟ انا ودي، والله ودي اخذ انطباع. تعالي. ما يبي. انا ودي صراحة يعني التقي مع الجموع الموجودة، ودي الاخوان السوريين ايضا يعبرون عن مشاعرهم. اخواننا هالعمان. تعالي. شلونك طال عمرك؟ الحمد لله طيب. طيب ان شاء الله. الله يعطيك الصحة. كم يوم صار لك في قطر؟ والله اليوم الثالث. اي نعم. طيب، حظوظ المنتخب العماني والسعودي والبحريني والفلسطيني واليوم السوري ايضا. نعم. يعني الحظوظ العربيه بدات تتلاشى، الا انه هناك امل، هناك ايضا فرق عربيه ما زالت موجوده باذن الله. من تتوقع الان يوصل الى النهائي او يواصل المشوار؟ والله ان شاء الله عسى قطر. قطر عملنا الوحيد ان شاء الله. قطر ان شاء الله. طيب، ايضا الجماهير العمانيه والخليجيه بامانه محتاجين وقفتكم معانا للعنابي اللي راح يمثلنا جميعا باذن الله تعالى. كلنا يد واحده ومع المنتخب باذن الله، هو الامل الوحيد للدول العربيه. نعم. باذن الله ان شاء الله راح نشجع العنابي كله. اكيد هذا اكيد باذن الله تعالى. كاس عنابي ان شاء الله. ان شاء الله نتفائل. فولكم الفوز وفولكم الكاس. 2019 يعيد نفسه. عاش العنابي ان شاء الله. عنابي بارك الله فيهم. يعني بكل تأكيد كل من يعيش على أرض قطر الطيبة اليوم ويشوف طيبة أهل قطر وتعاملهم بكل تأكيد راح يدعم العنابي. بكل تأكيد أيضا يعني يمكن يكون كنوع رد صغير من الجميل لأهل قطر، وأيضا تحفيهم واستقبالهم لضيوفنا بشكل عام. فإحنا نشكرهم، نشكر كل مواطن ومقيم، ونشكر اخواننا العرب وغير العرب اللي قلوبهم ايضا مع العنابي. تبي تقول شيء؟ اكيد. يعني انا احنا جينا لنا يمكن هنا اسبوع او اسبوعين. هاي عبد الرحمن اسبوعين. اول شيء نشكر قطر على حسن الضيافه وكرم الاستقبال وحفاوتكم، هذه ما هي غريبه عن العرب، وانتم جسدتم مكارم الاخلاق والحفاوه والاستقبال. يعلم الله انا تعرفت على قطريين هنا، انا ما اعرف قطريين. هذا واجبنا. الله يرفع قدرك. لكن والله العظيم انا عرفت قطريين هنا، يمكن عرفت اثنين. يعلم الله انهم عن قبائل، قسما بالله. من كرم من كرم من, 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 من,
من كرم فيكم من كرم ضيافة وكرم استقبال. يعني شكرا لكم والحكومة القطرية والتنظيم، كل شيء جميل في قطر، واحنا نشكرك على هذا الكلام الطيب. يا هذا واجب علينا نقول، وهذا حق وعدل. بارك الله فيك، هذه بلدكم بين اخوانكم واهلكم. اكيد ما يحتاج. خلوني اشوف البحرينيين. اثنينكم اثنينكم على الكاميرا اثنينكم. انا ادري انكم، انا ادري ادري انكم شويه متضايقين يعني، ومن حقكم تزعلون، لكن ما زال الامل في فرق العربيه اللي موجوده بامانه، واحنا نتمنى لكم التوفيق في المناسبات الجايه ان شاء الله. ايش تبون تقولون الحين حق العنابي والاردني؟ نقول احنا اولا الاصل احنا سعوديين، ولا مرحبا حبيبي، ولكن يعني السلام عليكم. دمكم بحريني، دمكم بحريني. اذا هذا الجميل ان احنا ابناء دول مجلس التعاون. السعودي يشجع البحريني والقطري يشجع الاماراتي، وهذا شيء جميل. اتمنى بالفرق العربيه هم اللي ياخذون صراحه ياخذ كاس اسيا. صحيح. متى ردين البحرين او السعوديه؟ اليوم 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 ان شاء الله. الله في الطريق وشوي شوي ان شاء الله. الله يحييكم والله. الله في الطريق شوي شوي يعني. ايضا ودي انا ودي حياك الله. الله يحييك. ما يمر عليك ظالم. من وين؟ من الكويت. طال عمرك. من الكويت. الله يحييك. من وين في الكويت؟ من اي محافظه؟ من الجهره. طال من الجهره. طيب شلون شفت الكلام اللي سمعته قبل شوي كخليجيين؟ لا يعلى علي صراحة، لا يعلى علي. استقبال وحفاوة وشيء ما شاء الله تبارك الرحمن. تلاحظ أيضا بعض العرب أو كل العرب الموجودين في قطر بنفس الترحيب وبنفس الحب يرحبون. هذا الرحب ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء يعني ما ينوصف. وإن شاء الله العنابي يأخذ البطولة ثاني مرة. بيض الله وجهك بإذن الله تعالى. وهذا الكلام الطيب ليس رياء، والله الناس تقول الكلام من قلبها، الناس تقول الكلام بعفويته. إذا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، وأيضا نشكر مسؤولينا، مسؤولينا اللي فعلا اليوم خلونا نقدم هذه النسخة بصورة جميلة عن هالقطر ومقيمين قطر ومحبين قطر. ونقول الله لا يغير علينا في دولنا الخليجية، ولا يغير على حكامنا، ولا في الدول العربية، ولا كل من يحب هذه الدول ويقف معها. راشد فعلا اليوم بعض الجماهير نقول أو يعني اللي منتخبات تغادرت يعني يملؤها بعض الحزن، لكن نقول احنا معوضين دائما، وهذه حظ الكرة فيها فايز وفيها مهزوم، ودائما نقف مع اخواننا العرب والخليجيين في البطولة هذه والبطولات القادمة بإذن الله. كما نتمنى ايضا وقوفهم معانا لإنجاح هذه البطولة، ولاحظنا فعلا الحضور الجماهيري كان ناجح بشكل كبير وبكل المقاييس. هذا اللي عندي راشد في سوق واقف واحتفاليات بعض الشعوب وبعض المشجعين للمنتخبات. وأعود لك الآن للاستديو، الكاميرا والميكروفون معك. شكرا شكرا أبو أحمد، شكرا خليفة رميحي، وشكرا للجمهور المتواجد حقيقة في سوق واقف. يعني شيء يثلج الصدر. يعني أنا شفت السعوديين حاطين العلم البحريني، شفت القطريين مع الشباب السعوديين، شفت لقاء مع البحريني يتمنى الآن الكاس لمنتخب. يعني هذه هي اللحمة الخليجية، اللحمة العربية اللي قاعدين نشوفه برا المباريات وبرا من فاز ومن خسر. صح أبو سعود، يعني هذه اللي يعني تبقى. شوف أولا أنا أحيي دولة قطر، حكومة وشعب، على هذه الروح وهذه يعني الأمور اللي قاعد تستوي على يعني أرض قطر. بالنسبة لي أنا يعني كاس آسيا ليس فقط 90 دقيقة على أرض الملعب، لكن نشوف هذه الامور اللي نشوفها في سوق واقف في كل معالم قطر دليل واضح على 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 يعني ذكاء الاعلام القطري في احتواء هذه الشعوب وجعل كلمه الشعوب مسموعه في هذه البطوله. دائما العربي والخليجي تواق انه تشوف عيال عمه وتشوف شعوب الدول الاخرى، فلذلك نجحت قطر في هذه النقطه والجزئيه بالتحديد. بصراحه يعني نجاح قطر في كاس اسيا ليس فقط في ميدان كرة القدم في الملاعب، لكن فقط في توحيد الشعوب. وأنا أقول لك إياها أبو سعود، يعني للأمانة يعني، وهذا شيء يعني صدقني، يعني إحنا ما تكتمل فرحتنا إلا فرحة هذه الشعوب كلها. الله يحل. يعني إحنا تعودنا على هالشيء خلاص يعني. أكيد. من كاس العالم كاس إلى العرب. كاس العرب إلى نعم. يعني ما نبي ما نعرف ما نحب أن نفرح لحالنا يعني. يعني لما نشوف اليوم السوريين معانا، البحرينيين، السعوديين، هذه هي الفرحة الحقيقية. حتى في كأس العالم
ما حسينا ان احنا ننظم البطوله بروحنا ونبيها بس لنا بروحنا. في كاس اسيا الحين في الافتتاح ما فرحنا الا بفرحه الفلسطينيين. صحيح. لما عزف النشيد الوطني الفلسطيني ولما الشاره انتقلت من حسن الهيدوسي الى هذا اللي فرحنا احنا. يعني يعني حقيقه هاي مش يعني مجامله. فاليوم احنا نزعل ونحزن لحزن هاي الجماهير اكيد ونفرح اكيد لفرحه ام حازم. خلاص فكها يا اخي فكها طبعا. لا انا عندي تغرير بس فكها والله. انا اول مره اشوف حازم حرب مضايق ترى شي بزوج والله ها شي بزوج. لا 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 فكها وجيبوا له ماي وعصير خلاص كره قدم يا حازم. يعني فعلا مثل ما تكلمت ابو عبد الله ثلاث استضافات استثنائيه الحمد كأس لله. العرب وحدت كل الشعوب العربيه هون والجماهير وملتقى الجماهير العربيه. مونديال العرب وليس مونديال قطر بالضبط بالضبط ما نعم. تكلم سموه الأمير هو مونديال كان العرب فرض عاداتنا وتقاليدنا واحترام صحيح. شعوب العالم كلها لعاداتنا وتقاليدنا ومواقف قطر المشرفة كانت في مونديال كأس العالم 2022 بالضبط. أيضا هذه الاستضافة اليوم عم نشوف الجماهير مؤازرة الجماهير لبعضها. اليوم مباراة البحرين يمكن كان الملعب أكثر من 90% اليوم كله مع البحرين أكيد ليس فقط القطريين كل العرب المتواجدين كانوا قلبا واحدا مع البحرين. نفس الشيء مع الجمهور مع سوريا. يعني لو كان الملعب يتسع لأكثر من هيك كان شفت امتلأ الملعب بكامله. هذه أهم مكتسبات يمكن الاستضافة القطرية في الثلاث بطولات وبتوقع هذا الموقف مو جديد على قطر. الحمد لله الحمد لله. عندنا أول شيء راح نبدأ بمباراة البحرين. هذه المباراة طبعا كانت على استاد الثمامة والمنتخب البحريني لاقى فيها المنتخب الياباني وانتهت بفوز اليابان المرشح الأول لهذه البطولة بنتيجة 3-1. نشوف هذا التقرير السريع ونرجع نتكلم عن مباراة البحرين واليابان. بفوز سهل على المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد انضم منتخب اليابان لركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا قطر 2023. هيمن المنتخب الياباني تماماً على الشوط الأول ونجح ريتسو دوان باختراق الصلابة الدفاعية للمنتخب البحريني مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 31 واستهل منتخب اليابان الشوط الثاني بضغط متواصل حتى عزز تاكيوفوسا كوبو النتيجة بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني بهدف ألغاه الحكم قبل احتسابه وقلص المنتخب البحريني الفارق في الدقيقة 64 من هدف سجله حارس اليابان زيون سوزوكي بالخطأ في مرماه لكن ياسي أويدا استعاد فارق الهدفين بعد 8 دقائق ليواصل صاحب الرقم القياسي بأربعة ألقاب قارية مشواره نحو لقب خامس قياسي بتأهله إلى الدور المقبل. وبهذه النتيجة يواجه منتخب الساموراي نظيره الإيراني في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل. وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 31,800 مشجع.
إذن كان هذا تقرير مباراة المنتخب البحريني الشقيق أمام منتخب اليابان، واللي مثل ما الكل يعرف انتهت بفوز اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف. طبعا هذه المباراة كانت على استاد الثمامة وكانت بحضور تقريبا 32 ألف متفرج، يعني 31,832، وكان حضور لافت للجمهور البحريني حقيقة، ول يعني العائلات البحرينية، يعني اللي لفت انتباهي ان اغلب الجمهور البحريني كله من العائلات ومن الاطفال، يعني باين ان هم اليوم جو بسعود، ولا يعني شكلهم ان اليوم وصلوا للدوحة لهذه المباراة. طبعا بلغ عدد الحضور الجماهيري منذ انطلاقة بطولة كأس آسيا بعد انتهاء مباراة اليابان إيران وسوريا 1,161,000، يعني 1,161,499 فقط إلى مباريات دور الـ16. يعني إحنا لسه باقي لنا 4 مباريات في دور الـ8 ولعبتين نصف نهائي، مباراتين نصف نهائي ومباراة نهائي، يعني تكلم عن 7 مباريات باقي عن بطولة كأس آسيا. نبدأ عند بسعود. طبعا أول شيء بسعود، ترى المنتخب البحريني اليوم يعني حاول صحيح وقدر أنه يقلص الفارغ إلى 2-1، لكن يعني في الأخير المنتخب الياباني يعني بتنظيمه بقوته هو المرشح الأول في البطولة، لكن والله اليوم المنتخب البحريني أثبت أنه يعني كان يستحق التأهل من مجموعته، والدليل أنه على الأقل يعني جارة نوعا ما المنتخب الياباني، والنتيجة كانت 3-1. يعني شوف أبو عبد الله، كلنا كنا مأمنين النفس أن المنتخب البحريني يعني ممكن يسوي شيء مع المنتخب الياباني، لكن عارفين قرار نفسنا أن المنتخب الياباني أقوى وعنده قدرات وعنده أمور كثيرة جدا ومرشح أول لخطف هذه البطولة. المنتخب البحريني لعب بشجاعة، لعب باندفاع، لعب برغبة، لعب بروح، لكن هذه كل الأمور أبو عبد الله لا تكفي أمام منتخب قوي جدا، يفوقك خبرات، يفوقك قدرات، يفوقك تنظيم، يفوقك نظام على أرض الملعب وخارج الملعب. تكوين المنتخب الياباني كلنا نعرف أنه دائما مختلف عن تكوين المنتخبات الخليجية والعربية، فلذلك حضر المنطق كانت في هناك روح، لكن الروح هذه ما تكفيك تلعب مدة 90 دقيقة، لأن الروح مع قدرات فنية وبدنية أقل من المنافس تخليك أن 90 دقيقة هناك في أخطاء في عملية التركيز وترك المساحات وظهور القدرات اللي تفوق بالنسبة للمنتخب الياباني اللي شفناها مع مرور الوقت حاضرة على أرض الملعب. لذلك لم يفاجئ المنتخب الياباني بالفوز، لكن المنتخب البحريني لعب بشجاعة، لكن في الأخير نتكلم عن قدرات متفاوتة ومتباينة بين المنتخبين. المنتخب الياباني في الأخير قدرنا يحقق الفوز، وأعتقد أن هذه الأمور واضحة وشفناها على أرض الملعب. نعم أبو سعود، يعني أنت حضرت اليوم من الملعب وشفت المباراة من استاد الثمامة، اليوم هل البحرين كان يعني عنده أفضل من ما كان؟ يعني هل كان ممكن يسوي شيء أكثر من اللي صار؟ ولا هذا هو الوضع ويعني واليابان اليابان والبحرين البحرين وشيء طبيعي أن اليابان تغلب في هذه المباراة؟ شوف أنا يعني توقعت أن ممكن ينهار الفريق البحريني من بداية المباراة، لا لكن كان متماسك يعني، وكان يحاول يحجم الفريق الياباني بأي طريقة على أساس أنه ما يدخل هدف مبكر، يعني كان في حرص شديد أنه ما يعطي المساحات، في نفس الوقت يحاول بقدر الإمكان أنه يخطف هدف أو يشكل خطورة. لكن تكلم عن فريق الياباني، وإحنا عارفين وعنده يقين أن فريق الياباني عند الأفضل اللي شفناه في الدور الأول كان مجرد يعني بداية لأكثر ولا أقل أنه يصعد من المرحلة، لكن المرحلة الدور الـ16 راح نشوف قدرات أفضل فعلا. يعني هو بعد الهدف الأول شفنا إمكانيات وشفنا أن فريق الياباني يعني مو فقط كعبة عالي، قاعد ينوع بنوعية اللاعبين حتى بعد الهدف الثالث دخل اللاعبين الاحتياط، وأنا أكلم أخوي أحمد موسى أغلبيتهم محترفين في أوروبا، صحيح اللي برايتون الإنجليزي أخوهم الألماني ليفربول ليفربول، فعندهم إمكانيات يعني جبارة، لكن ما يمنع اليوم أن فريق البحرين شجاع صراحة. يعني تشوف خاصة نتكلم عن المدافعين كانوا يقاتلون يحاولون في نفس الوقت يحاولون أن يكونوا الند، وهذا مش عيب، اليوم الفريق أفضل منك ومسجل عليك 3 وتقاتل لين الرمق الأخير،
يعني اللي عجبني فريق البحرين انه هو كان يقاتل لين الرمق الاخير، يعني بغض النظر ان في فرص صراحه الحارس تصدى لها او في بعض الفرص ضاعت، كان ممكن النتيجه تصير كبيره، لكن ما وقف فريق البحرين قاعد يقاتل لين الرمق الاخير وطلعت النتيجه 3-1. لكن نقول لهم عقليه المنتخب البحريني صراحه جيده وممتازه، بس محتاج تطوير امكانيات نوعيه بعض اللاعبين. يعني صح هذه محتاجه مواهب، يعني الجيل السابق محمد سالمين كان في مواهب وطلال يعني حبيل وعدنان وعيال حبيل، يعني نوعيه الكاركتر مالهم هذه ناقص فريق البحرين. احنا نشوف تقريبا مرهون وعلي مدن مثلا وكميل لاعبين جيدين، لكن لو تحط عليهم نقول بهارات احنا لا، نوعيه لاعبين يعني عندهم صناعه اللعب فنانين تشكل منتخب متنوع متنوع الحلول، فقط محتاج هذه الكاريزما منتخب البحرين اتوقع يروح لبعيد ان شاء الله. مدرب المنتخب البحريني اخوان انطونيو بيتزيغ صرح قال سعداء بما قدمناه وبذلنا قصارى جهودنا في مواجهه المنتخب الياباني، حاولنا تنظيم دفاعنا لكن للاسف كان ضغطه علينا قوي للغايه، خضنا مباراه صعبه من النواحي البدنيه الفنيه، الياباني افضل منا فرديا وجماعيا والاعلى منا في التصنيف. يعني احمد موسى حتى تصريح مدرب المنتخب البحريني هو راضي على لاعبين كلام منطقي، يعني هو عارف قدرات فريقه وعارف قدرات المنافس الياباني وكلام منطقي. يعني اليوم احنا من خلال متابعتنا للمباراه وعبد الله الفروقات واضحه، يعني مثل ما قال مسعود يعني اليوم المنطق تغلب على الروح والحماس والشجاعه اللي كان داخل فيها المنتخب البحريني، مساندة الجماهير ما شاء الله تبارك الرحمن اللي حضرت. لكن اليوم في منطق في عالم كره القدم، الفريق الياباني والفريق الكوري يعني كعبهم عالي عن المنتخبات الخليجيه، لا نكابر على هالشيء، لاعبين قاعد يلعبون بدوريات اوروبيه بدوريات عالميه مع فرق عالميه، ما تقدر توازيهم وتقاربهم مع فرق تلعب دوريات محليه ودوريات ضعيفه، مهما قوت انت حتى اللاعبين. احنا قاعد نجيب مثلا قاعد تقول لي احنا قاعد نجيب لاعبين محترفين من الخارج، بس قاعد تجيب لاعبين كبار، لاعبين على وشك انه يعتزل، قاعد تجيبه انت كاسم كدعايه، بس ما قاعد تجيب لاعب يضيف لك شيء فنيا. فانا اعتقد اليوم كلام المدرب كلام منطقي، يعني الفريق الياباني متفوق. اليوم اليابانيين بعد الهدف الثاني 2-0 نزلوا الرتم شوي، البحرين سجلوا هدف رد على الرتم مره ثانيه قول قول ثالث، يعني شوف لاي مدى الفريق متمكن من المباراه او اللاعبين متمكنين من المباراه، انه بس نزل الرتم يا عليه جول رد رفع الرتم مره ثانيه قول قول ثالث، وكان بامكانه انه يطلع 7 و8، لكن واضح انه خلاص المباراه يعني تسيدت من جانب واحد. انا اعتقد الفريق الياباني فريق صراحه اليوم يعني يبهرك داخل الملعب، التنظيم والتحرك الحركه بدون كره، المباراه كانت يعني من طرف واحد. بس انا احيي صراحه اهلنا وجماعتنا بالبحرين ونقول لهم يعني كفيتوا وفيتوا حضوركم اليوم صراحه كان هو المكسب لهذه المباراة. الجمهور اسعدنا صراحه، اي نعم اسعدنا الجمهور البحريني بحضوره وبتشجيعه لاخر دقيقه، فمشكورين يعني الجمهور ابو سعود. يعني عندك مع الجماهير هاي اليوم جات الاتحاد البحريني يعني ولا هم جايين الاغلبيه ابو عبد الله بروحهم بروحهم سنه المنتخب، وايضا يعني يكونون مثل ما يقولون يشوفون الدوحه ويستمسون بالفعاليات الموجوده، فرصه للسياحه اكيد اكيد. يعني صراحه في معالم سياحيه في الدوحه جميله جدا جدا. بس انا ارجع حق تصريح شوي بيتز اليوم قال نقطه مهمه جدا واحنا تكلمنا عنها، قال التنظيم الدفاعي، بمعنى انه لعب على فقط التنظيم الدفاعي، يعلم علم اليقين ان المنتخب الياباني في الحالتين الهجومي والدفاعي افضل، يلعب بسلاسه، التحول سلس جدا لان اللاعبين يفوقون لاعب المنتخب البحريني بثانيه في التفكير في القرار والتنفيذ الامكانيات، نعم حتى في التنفيذ والقرار، يعني المنتخب الياباني كلاعبين يفوق لاعبنا بدقيقه او اسف بثانيه، فلذلك اللاعب الياباني متفوق جدا. نعم في شغله عند اليابانيين عندهم كره القدم والرياضه يضعونها في مصاف مثلا التعليم الصحه، دائما ما يرتقون بعامل الرياضه، يعني فايقين في هذه النقطه بالتحديد، لانهم يعلمون علم اليقين ان الرياضه كل ما تقدمت قوه ناعمه جدا كالاعلام، فلذلك احنا نتمنى ان نصل لهذه المرحله. نعم حازم طبعا ابو عبد الله، انا برايي المنتخب البحريني بهذه البطوله يعني قدم نفسه بشكل ممتاز، يعني مثل ما ذكروا الاخوه انه المنتخب البحريني لا يمتلك اللاعبين الكواليتي السوبر ستار،
بالرغم من هيك عم بيعوض من خلال الروح، من خلال جماعية الأداء، شغل المدرب واضح بالفريق. دائما عم نشاهد المنتخب البحريني ليس فقط في هذه البطولة بس ببطولات الخليج بالكل، بالبطولات المجمعة، يبدأ بسلم بياني متصاعد، برتم متصاعد، لكن اصطدم بالمنتخب الياباني. المنتخب الياباني هو المرشح الأول والأقوى للبطولة، وأنا برأيي يعني مثل ما حكى يعني يعني منتخب البحرين اصطدم بكوريا الجنوبية في بداية البطولة، واصطدم باليابان في نهاية البطولة، لعب مع الاثنين. وأنا برأيي فعلا مثل ما حكى عبد العزيز، المنتخب الياباني حتى الآن في هذه البطولة لم يقدم نفسه كما يجب، يعني لم يقدم مستواه المعهود انه افضل مستوياته. اليابان تشعر فيه انه عم يربح باقل مجهود، صح؟ يعني محافظ على الرتم، يتلاعب بالمباراه مثل ما بده. مع هيك المنتخب الياباني عانى، شفناه عانه بالدور الاول، حتى في هذه البطوله عانى بشكل كبير بعمليه التحول للدفاع، لذلك كانت الهجمات المرتده كان عنده بطء في التحول للدفاع، الهجمات المرتده نال خطوره، شفناه في المباراه الاولى وفي مباراه العراق، يعني أكل جولين بالمباراة الأولى، بمباراة العراق خسرها. المنتخب البحريني بعد ما تأخر بهدفين شاهدناه هاجم وسجل هدف، يشكر طبعا المنتخب البحريني، بس يعني صح يشكر لكن يعني لكن المنتخب الياباني، منتخب اليابان عنده سوبر ستار، يعني سوبر ستار نجومه، مش على البحرين بس، فارق أنا بأعتقادي على أغلب المنتخبات. أبو عبد الله، البحرين تمتلك استراتيجية طويلة الأمد، هن واضعين نفسهم، وضعوا نفسهم أنه ب 2050 بدهم يفوزوا بكأس العالم. أنا بتصوري الشخصي، باعتقادي الشخصي، قبل اليابان راح يوصل اليابان. اليابان بالضبط وضعوا استراتيجيا وب 2050 إنه يحصلوا كأس العالم، يفوزوا بكأس العالم. أنا بتصوري إذا ظلوا بقيوا ماشيين على هالممشى راح يفوزوا قبل، يعني راح يوصلوا لهدفهم قبل 2050. بس شنو هي ها؟ أنا أتفق معه. بعدين كابتن حازم لاحظ شغلة، تطورهم غريب، المنتخب الياباني إذا واجه فريق يفتح معاه اللعب ويجاري يتفوق عليه، صحيح. بس هو مشكلته مع الفرق اللي قاعد تسكر والله، ودائما ما تقدر إلا تسكر، بس سوي أحمد عشان شي هو قاعد يقول لك على موضوع كأس العالم، صحيح. أتفق معاه إنه لما يباري أوروبا الفرق الأوروبية راح شاهد نتائجه قبل البطولة. هو في كأس العالم وين وصل حازم؟ لربع النهائي يمكن، مو هيك؟ ما أدري والله، ربع نهائي وصل دور الثمانية، وحتى في مبارياته الودية ما قبل البطولة كانت نتائج مميزة، 9 مباريات، يعني فرق كبيرة، تركيا، ألمانيا، يعني عم يربح بألمانيا. خلنا نشوف مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مرياسو، طبعا صرح المدرب الياباني قال علينا الحذر من قوة الإيراني، وبذلنا جهدا كبيرا في المباراة من أجل الفوز والتأهل. طبعا هو يقول علينا الحذر من قوة الإيراني، المنتخب الإيراني اللي بيقابله في دور الثمانية قادم. في دور الثمانية قدمنا اليوم في مواجهة البحريني مستوى أفضل، والمنتخبات الآسيوية تتطور بشكل واضح. ويتحدث يقول قد نلتقي مع إيران القوي من الناحية الهجومية، لأن التصريح كان قبل مباراة إيران وسوريا، وبالتالي الآن خلاص الحين فعلا هم يلاقون إيران. بس هو صرح قال قد حذرنا من قوة الإيراني، إيه أنه لازم يحط بعين الاعتبار قوة الفريق الإيراني. زين ما كانت إيران لعبت مع سوريا؟ اي لا، بيجوز تصريحه بعد المباراه. لا 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 لا، تصريحه قبل، او هو بالنسبه له انه متوقع ضمنان فوز ايران، مستهين بقوه المنتخب السوري يعني. لكن سبحان الله، لو انتبهت ابو عبد الله، الفريق الياباني دائما بيعاني امام الفرق الخليجيه، صح؟ دائما بيعاني امام فرق، حتى على البحرين قبل هذه المباراه لم يفز بفارق هدفين، دائما 3-2، 2-1، 1-0. مع العراق خسر، في الكأس الماضي خسر النهائي مع المنتخب القطري، بالتصفيات خسر مع الإمارات في أرضه، يعني دائما مع الفرق الخليجية. من هو ذي؟ الفريق الياباني يتعسر أمام الفرق الخليجية دائما، لأنها تلعب كرة قدم ممكن تتعامل بجدية معه. دائما تلاقي أنه اليابان ترى وصلت في كأس العالم دور الـ16 وطلعوا من كرواتيا ربع، لا 16، 16 وليس 8، ها؟ ليست ماني دور 16، اي دور 16، دور 16 طلعوا من كرواتيا. صحيح، من كرواتيا. بس يعني فازت الدور الاول، فازت على المانيا، فازت على المانيا، وقبل البطوله بارض المانيا ربحت 4
ربحت على تونس 2-0، ربحت على تركيا، فازت على اسبانيا. نعم نعم، هي فازوا، هي فازوا على اسبانيا ايضا. يعني منتخب قوي، لا لا لا، منتخب يعني معد بشكل كبير. واضح ان هم بعدين لا يتاثروا، عندهم ال 90 دقيقه، 90 دقيقه بنفس الرتم عم بيلعبوا، تشعر الدقيقه 90 مثل الدقيقه الاولى. صح. دائما عمليين في ارض الملعب. زين، ليش احنا دائما نتكلم عن اليابانيين؟ يعني ليش ما نتكلم عن الكوريين؟ نفس الشيء تقريبا، لكن بسويه اقل نوعا ما. يعني المنتخب الكوري نفس الشيء، لان الكوريين فريق قديم، من قديم الازل كان فريق كوريا موجود، يعني من السبعينات موجود الفريق الكوري حاضر. فريق الياباني ما كان موجود، يعني انت تتكلم الياباني بس من التسعينات بالضبط. انت الفريق الياباني انت ليه 90 كان يعتبر فريق عادي، يعني من فرق الثمانينات، بالثمانينات رسموا مشروعهم وابتدوا. فانت اليوم هذا اللي يخليك انت اليوم يخليك انت تتكلم باعجاز عن او باعجوبه عن الفريق الياباني، لانه فريق اذهلنا صراحه في بتطور السريع. بعدين كابتن حاتم قال لك يعني فريق متطور وعنده جيل، يعني انت يروح جيل يجي جيل نفسه بنفس المستوى. الحين في كوريا عندنا سون، صحيح، مشهور يعني، لا فلي وهو يعني لاعب توتنهام الانجليزي. في اليابان من هو أشهر واحد عندهم؟ عندهم 14 لاعب. لا لا، أنا أقصد يعني في حين سون سوبر. هلا سون سوبر لأنه ممكن هو سوبر كلاعب فردي، لكن كلاعبين باليابان كثيرين كلهم عم بيلعبوا، يعني عم بيلعبوا بليفربول، بالأرسنال، بكذا. لا أنا ما فهمت سؤالي حال. أنا فهمت عليك، يعني إنه اسم مميز واحد. سوبر ستار يعني سون كرتهم جماعية أكثر، ما تعتمد على الجماعية أكثر من الفردية. ليش؟ لأنه هو في توتنهام. توتنهام خذ خصوصية، صحيح، يعني مستقلة، سوى لنفسه اسم هناك. بعد هو وأكبر من اللعبة اليابانيين الحاليين، فهو برز. بس حتى يعني برز بتوتنهام اكثر ما برز مع المنتخب. تم فتره طويله في لاعب برز في توتنهام، وتم فتره هو النجم سوبر ستار، صحيح، وبرز بتوتنهام اكثر ما برز مع المنتخب الكوري، مع المنتخب الكوري. بس في هالبطوله هو بارز ترى. اي بارز، لكن يعني بتوتنهام اكثر من 2019 16 يعني، يمكن ما لعب مبارتين او مباراه. لا، ضدنا لعب، هو انا اذكره في دور الثمانيه ضد قطر لعب. حتى ابو عبد الله المنتخب الكوري، اذا بدك تشاهد المنتخب الكوري على حقيقته، شاهده باخر ثلث ساعه مع المنتخب السعودي. لا لا، ظهر على حقيقته، وكان الملفت للنظر للدقيقه 99، 100 دقيقه لعب بتركيز عالي، يعني ما كان ضغطه عشوائي انه لا تحصيل هدف، بتركيز ما في الكره ضل محافظ على بالضبط أبداً. حتى حاله الهدف اللي سجله اربع مرات تكررت، والغريب انه ما دارك المنتخب السعودي اربع مرات تكررت نفس الحاله ويعيدوها نفسها. عبد الله، في شغله ويمكن يشهد علينا موسى، كابتن مجبل قاعد يكلم احمد بخصوص اللعب بدون كوره. شوف اللعيبه اليابانيين لما اللاعب عنده كوره يشوف الحلول اللي جنبه واللي حوالينا، نعم، من اللاعبين شلون يتحركون بدون الكوره، يعطون اللاعب حلول، صحيح، وبسرعه. يعني من تشوف دبل باس تشوف اثنين طالعين يمين يسار، فخط الوسط واحد داخل واحد طالع، فهذا كله بدون كوره شغلهم. يعني احيانا فاللي عنده الكوره يعني ما عنده مشكله انه هو يلعب بعد، يلعب بالباس ويتحرك في مكان ثاني من غير كوره. يعني هاي الملاحظه اللي انتبه لها كابتن مجبل اعطاكم اياها. لا استفاد احمد. لحظه لا احنا طبعا لا احنا نتكلم عنها، كنا نتناقش فيها ان الاستمراريه في العمل هذا صار له سنوات، لين جاء مو فقط المباراه هذه، لين جاء هني يا اخي. قولوا هالكلام يا اخي، يا اخي ترى الكلمه، ترى الكلمه الحلوه اعطانا درس، اعطانا درس بس على الهواء. يا ابو عبد الله شوف، الفريق الياباني الفريق الوحيد اللي انت تستمتع فيه لما تحضر المباراه اكثر من التلفزيون، لانك تشوف تمرين، تشوف تمرين، تشوف اشياء ما تشوفها بالتلفزيون. المباراه الجايه تبغي يحجز، هاي التلميح، هاي مو بعلي انا، مو بعلي هالمره. شوفها يقول اسمع حازم، لازم نشوفها سوا. المره انا توزع تذاكر سابع. اسمع ابو سعود، انا شريت التذاكر واعطيتها احمد موسى، اما يقعد يلمح لي زين. اسمع، اليابان بتلعب دور الثمانيه، تلعب دور نص النهائي ويشوفها من الملعب افضل. ما مهارتنا الا نشتري تذاكر. عبد الله تعرف كله سولد اوت. نقطه المنتخب الياباني اللي نتكلم عنه كنموذج، احنا نتكلم عبد الله عن نظام يمشون عليه، نظام في اداره كره القدم كمنظومه، وايضا في تنميه المواهب وتطويرها سواء بالتاسيس الصحيح او بالابتعاث الى اوروبا. انزين، وايضا في الاعلام اللي يواكب هذا التطور. صحيح. احنا ما قد مره سمعنا الاعلام الياباني في السوشيال ميديا
كما حاصل في الخليج. اعلام السوشيال ميديا في الخليج مؤثر في اتخاذ القرار. صحيح. في اليابان ما نشوف ذي المشاكل بعبد الله. كل من في عمله. كل من في عمله ما عندهم ذي يعني اللغو والجهاز الاداري يتغير والنظام ماشي. السوشيال ميديا يغير لك مدرب، يغير لك جهاز اداري، يغير لك لاعبين، هناك في يغير لك خطه. هذا في اليابان ما عندهم استقرار. هذا هذا المدرب هو نفسه، تاكد على كلامك، استقرار ونفسه من 2019 خسر نهائي كاساسي امام قطر، لكن هاي نفس المدرب يعني خسر النهائي ما صار زعل ولا مثل ما قال يعني الفرق. على فكرة 14 لاعب من منتخب اليابان محترفين في الدوريات الأوروبية، في الدوري الأوروبي وفي دوريات الممتازة. يفرقون على لاعبين أكيد يفرقون. أبو عبد الله ما في الماء بيفرق. أبو عبد الله للرتم اللي عم يلعبوا فيه، رفع الرتم الفرق مو سهل. نحن فرقنا العربية ومنطقتنا نحن رتمنا بطيء. يعني صح. مثلا إذا بدنا نحكي بشكل علمي، معدل نبض قبل باللاعب نحن عندنا في المباراة معدل متوسط 160 نبضة، هن 180 صار 180 تحتاج إلى جيلين ثلاثة عم ترفع الرتم لتوصل لهالشيء. يعني ليش يعني هم يتمرنون أكثر؟ طبعا طبعا طريقة التمرين والرتم السريع اللي عم يلعبوا فيه، يعني نحن ممكن نجاريهم بمراحل مباراة بمباراة واحدة، لكن ما فينا نجاريهم. إذا عدد المباريات حازم أكثر له دور طبعا أكثر، يعني زيادة عدد أكثر. المباريات احنا مثلا على سبيل المثال في دورينا 22 مباراة، يعني في الدوري قسمين كل فريق يلعب 11 مباراة غير كافية طبعا اللاعب، غير كافية. عندنا بس كاس الأمير يعني عندنا طبعا اللاعب المحترف، يعني ممكن توصل في قطر توصل إلى 30 مباراة. عبد الله شوف اللاعب المحترف أقل من 45 ما لازم يلعب. 45 45 طبعًا. فما فوق طبعا عبد الله اللاعب المحترف اللي بده يلعب. إذا رحنا معسكرات وخذنا مباريات تجريبية مع فرق قوية هناك مع أجواء تساعد مع التمارين الصباح ومساء، وبعدين ناخذ يعني جرعات مباريات قويه يرتفع المستوى. صح. وتوهج اللاعب. صح. ونجي البطوله ونشوف الفريق اللاعبين غير حالتهم في النادي مثلا، لانه ماخذ نمط معيشي في المعسكر بالضبط بالضبط لين البطوله، مع طبعا اكيد المواهب الموجوده والحقبه الموجوده يحقق انجازات او تحصل مستويات اللاعبين كان في هذه البطوله والحقبه جيده. لكن تعال كنظام رياضة كرة القدم في الدولة مثلا، أو اللاعب نفسه شلون يعيش شلون يأكل شلون يتمرن، النادي نفسه كل سنة تغيير أو كل كثر شهور أربع شهور تغيير جهاز إداري لاعبين، فما في نظام مستقر. فاليابانيين عندهم استقرار في الدوري، اللاعب نفسه كشخص منظم لما يروح في أوروبا هذا أعطته جرعة زيادة. صح. فصار فارق عندك. احنا شلون انت تتصدى لهذا الشيء؟ لازم تكون اول شيء تركيبه الفريق يعني متجانسه رقم واحد، بدنيا يكون قريب من الفريق الياباني بدنيا، زاد على المستوى الجسماني لازم انت تكون جسمانيا قوي معاهم، تكتيكيا لازم تكون ذكي تكتيكيا، يعني في لازم عناصر انت مكتسبها عشان تواجه هذا الفريق وتكون ندلة. بعدين مسعود في نقطة يعني شوف احنا عندنا وهو بعد لازم يكون بعد مو في يومه. صحيح. ولولا هيك لولا هيك عبد العزيز اللاعبين اليابانيين والكوريين ما مشوا في الدوريات الإنجليزية. صحيح. والدوريات. صحيح. الأوروبية، لكن رتمهم عالي. وهذا شنو السبب؟ يعني زي. هذا في نقطة يعني شوف احنا عندنا للأسف مفهوم الاحتراف يبدي مع الفريق الأول، هناك مفهوم الاحتراف يبدي مع دخول اللاعب النادي من هو سن صغير. ايه دخل نادي من من المدرسه بالضبط، يعني من هو صغير يعني عرفت. فاحنا عندنا مفهوم الاحتراف يعني اللاعب طول مراحله الاشبال والناشئين قاعد بنظام يعني نظام متسيب وخرابيط وياكل على راحته وينام على راحته ويلعب على راحته. لما يبي يوصل الفريق الاول ويبي يدش في منظومه الاحتراف خلاص فات الغطاء، يعني ما تقدر انت تلزمه على امور. فعندنا مفهوم الاحتراف ماده بس، اني انا العب فريق اول اقبض راتب وعندي ماده وعندي معاش، وهذا طبعا غلط. وهذا الفرق ما يفرقنا بيننا وبين اليابان وكوريا وهذه الدول، هناك موضوع الاحتراف احتراف يعني. زين الحين اليوم رحت انت حققت امنيتك، رحت استاد الثمامه باقي منطقه تعليميه ما رحت؟ اي تعليميه الرسو. لا ما رحت. زين شلون حازم بيروح ما راح؟ شلون شلون الجو حازم؟ ما رحت المدينه التعليميه؟ لا والله ولا مره. ولا مره. الحين شوف احنا الحين لازم كلنا نضبط ويا احمد موسى لانه هو اللي يودي. لا اسمع مو بذي السالفه الحين،
سالفه الحين كان يوزع تذاكر حاضرين لك كان يوزع تذاكر خلاص يعني تذاكر اللي وزعت تقول ايش بقولك اهل الكويت مشخيني تلفونات لا صبح حسابنا بالضبط اهل الكويت ترى احمد موسى اليوم والله العظيم انه موزع تذاكر قبل مباراه البحرين لله يعني هالشيء ما بدنا نقول لمين لا ما راح نقول لمين عنده كانت يعني عطى يعني خلاص بيت خلفه قام يوزع فالحمد يا خير رجال في خير وفحبوح والله يا ابو عبد الله الخير خيرك كنت لا 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 طلعتك بيضة ما قصرت ترى التذاكر هو اللي يشتريهم لنا اسمعني انا شهد ايوه ما راح نقول لمين وزع الحين انت الاجواء شلون شفتها اليوم والله اشياء شوف شفت هاي الملعب ترى تصميمك طري ها اي نعم مهندس خذ اعطيته معلومات ولا لا لا طول الطريق طول الطريق مهندس ما قصر صراحه لقح فيها قطريه مش كويتيه لقح فيها كويتيه طلع لا لا هي المشخله هذه مشهوره زين لا لا بس بعد عندنا اي ادري المهندس ابراهيم الجيده هو اللي صمم هذا التصميم طبعا بالتعاون مع بس قال اليوم اعطاني معلومه المصممه اللي توفت الله يرحمها سوها حديد ملعب الجنوب سوها حديد سوها حديد ملعب الجنوب اقول لك معلومات اليوم اقول لك هذا تصميم سواه المهندس ابراهيم الجيده بس عجيب صراحه عجيب عجيب يعني بصراحه يعني تقعد انت تقعد تستمتع بالمباراه خلينا نشوف اجواء مباراه اليابان والبحرين على استاد الثمامه واللي انتهت بفوز اليابان بثلاث اهداف مقابل هدف نشوف الاجواء ونرجع لكم أداء لكن مش ولا بود يعني لاعبين قدام لاعبين يابانيين كلهم محترفين في أوروبا في فرق وايد يعني في الأداء ارتباك في اللاعبين في الدفاع وايد أغلاط يبي لهم شوي شغل يعني إن شاء الله في المستقبل أيام الجاية إن شاء الله يعوضون يبدلون شوي بعض اللاعبين مدرب يخلونه شوي عشان يستقر أيام إن شاء الله والله يوفق الجميع اليابان فريق قوي يعني ما يستهان به والبحرين قدم اللي يقدر عليه يعني في الأخير اليابان كانوا أقوى يعني طبعا مباراة مثيرة مباراة قوية استمتعنا بأداء المنتخب الياباني اليوم المنتخب الياباني قدم أداء ممتاز جدا الشوط الأول والشوط الثاني يعني في 90 دقيقة والعشر دقائق التي أضافها حكم المباراة للمباراة قدم اليوم أداء هجومي على مستوى عالي اليوم التحركات على مستوى عالي بالفريق الياباني اليوم كوشي اسمه كرة القدم لا توجد مركزية يعني الجناح يصير مهاجم المهاجم يلعب بوسط الجناح يرصع يطلع يدافع المدافع يصعد يعني لا توجد مركزية اليوم أول مرة أشوف منتخب الياباني يظهر بهذا المستوى يعني الممتاز جدا وكان بإمكانهم يسجلون يعني غلّة من الأهداف يعني أكثر من 3 أهداف ومع ذلك المنتخب البحرين قدم ما عليه ونشكره على الجهود التي بذلها في مباراة اليوم إن شاء الله تيبان هارد لك المنتخب البحريني والله كان بس فرق إمكانيات يعني في فرق شاسع بين المنتخب الياباني والمنتخب البحريني اليابان فريق عنيد صراحة عندهم أسماء يعني مرعبة خاصة أن أكثر لعباتهم محترفين في أوروبا فيعني بنسبة كبيرة لهم الفوز. بسم الله الرحمن طبعا لا ما اعتقد يعني يمكن رجوع البحرين هو هدف شرفي يعني هدف للتاريخ لكن مثل ما قال كابتن مجبل يعني كان المنتخب الياباني مسيطر سيطرة تامة على المباراة ماسك زمام المباراة بالكامل اعتقد يعني هو وصول المنتخب البحريني في هذا الدور هو وصول شرفي للأمانة وكان يعني قبل المباراة ترشيحات كانت تنصب في مصلحة البحرين اليابان أنا أعتقد هارلك البحرين قلت لك اليابان وأعتقد اليابان فريق كبير بعناصره طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المباراة بالنسبة يعني البحرين واليابان أشوف مباراة صعبة على البحرين حكم الإمكانيات البشرية الموجودة في منتخب اليابان فخلنا نكون واقعيين يعني البحرين صراحة اجتهد اليوم حاول الشوط الأول قدر
بقدر الامكان انه يكون يدافع بشكل جيد. لكن تعرف ان منتخب اليابان عنده حتى البدلاء على مستوى عالي يلعبون في اوروبا، حتى لما غير الاحتياط في نص الشوط الثاني فتم بنفس السيستم نفس العقليه، فصعب على اليوم على البحرين. لكن 3-1 يعني هدف شرفي حتى لو بالخطا يعتبر نتيجه جيده، مع انه ضيعوا فرص كثيره منتخب اليابان. فيعني انا اشوف الاحقيه اليابان يعني باستحقاق، وهو مرشح اول على البطوله. المباراة كانت مثيرة، منتخب البحرين قوي جدا على المستوى الدفاعي، ولكن بعد اختراق دفاعاتهم انطلقنا ولم يكن هناك ما يمنع المنتخب الياباني من التسجيل. شاهدت مباراة قوية، إنها أول مرة لي أشاهد مباراة في البطولة. لعب كلا المنتخبين بشكل جيد، اليابان فازت والجميع سعداء بذلك. كانت مباراة قوية، كأس آسيا دائما ما يشكل تحديا لليابان، ولكنهم أحرزوا اليوم ثلاثية وتأهلوا. كانت هذه أجواء مباراة اليابان والبحرين، واللي كانت على استاد الثمامة. واليوم يعني مثل ما قلنا، اليوم اللي لفت انتباهنا حقيقة وجود الجماهير البحرينية بعدد كبير. يعني لاحظتوا أنتم في الملعب أنهم حاضرين بشكل على طال. الجماهير وصل لك سلام، يسلم عليك الكابتن خالد الفضلي. ونعم ومرزوق، ونعم فيك حافظ منتخب الكويت. شفت ما يحتاج الملعب. اي والله يسلم عليك ويسلم على الجميع هني. الله يسلمك. الرجل يعني يقول انه من المتابعين للبرنامج ويوصل تحياته لكم. الله يسلمك. اليوم انا تابعت يعني بعض المقاطع الفيديو، كثير من الجمهور البحريني اليوم ترى وصل، يعني طلع من البحرين الصبح تقريبا، وصل امس بعد ما اظن بالليل. اي وفي جزء منهم اليوم، انا اليوم اشوف الفيديوهات اليوم طلعوا. خالد صح، وصلوا هني تقريبا الضحى. نعم. وعلى طول يعني خبرك راحوا لهم، يمكن درب انا اللي شفته رايح درب لوسيل. صح، صح. كله شيء بسيط هالشكل، وعلى الملعب استاد في ناس على الملعب دايرك ترى. ايه. فاليوم وحقيقه يعني هذا الحضور للجمهور البحريني يعني عطى المباراه إضافة والله. ما يجي رتم يعني ثاني ابو عبد الله. لا ما يحتاج هاي، لا هاي يعني يستمتعون بالحدث هذا. يعني صراحه كاس اسيا في قطر فعلي او حدث لا يعوض. اللي ما يكاس اسيا اجواء حلوه، اجواء جميله جدا يعني، وجعلت لكاس اسيا قيمه عاليه جدا. هذه افضل نسخه لكاس اسيا في الدوحه بكل امانه. عوضتنا كاس العالم، يعني اللي ما حضر كاس العالم اللي ما حضر عوضها بكاس اسيا. انت ما جيت بسعود كاس العالم؟ جيت المباراه النهائيه. النهائي جيت شفت. نعم. الاجواء يعني. نعم. لا يعني 30 يوم اللي قبل كان شيء اكيد. شوف بقول لك، شفت الاجواء الحين؟ نعم. نفسها، بس حط ان في مكسيكان، في ارجنتينيين، في برازيليين، افضل نفس أفضل الوضع. أفضل. يعني سوق واقف والتجمعات. تخبر حازم صحيح كانت كاس العالم اكثر مختلفه. إيه. انا اقول عاد الحين احنا ما نبي نحسفهم يعني، بس هناك يعني ان شاء الله البطولات هي ان شاء الله كاس العرب ان شاء الله، والامور هذه ان شاء الله الله احيانا. اي يعني تشوف الالات الموسيقيه مالتهم، لباسهم، تجمع يعني الجماهير. ترى في استاد لوسيل واحد مكسيكي قط القبع هذا ماله او الكبوس. نعم. وتم او هو حطه على لوحه
لوحة مكتوبة إلى الملعب أو في مباراة المكسيك والسعودية كانت على استاد لوسيل. لوسيل حضر أنا. إيه حضرت بالسودان. فراح حط هالشكل، فلما راحوا الجمهور وراحوا الناس كلهم تمت. لا جو المنظمين عشان خلاص يرتبون يعني يسكرون، لقوا هذا معلق فراحوا قلفوه ببلاستيك يعني زجاج قلفوا العمود بالقبع بكل شيء. لا لا والله وكتبوا عليه وكو موجود. احنا لو رحت استاد لوسيل شوف 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 هذا كوكو. والله يا ابو خالد اليوم مجهز اللقطات صراحه تعجبني يا ابو خالد. شوف شوف شارع استاد لوزيل، شوف الكابوس هم علقه على الهاي، هم خلوه راحوا سكروا عليه، خلوه مكانه خلوه للتاريخ ذكرى. ها خلوه ذكرى، شوف ايه ذكرى، شوف كل ملعب الكابوس هاي حقيقه ممكن ياخذه. من هو ياخذه؟ صاحبه وفعلا ابو عبد الله. لا لا يا صاحبه ما يصير ياخذه، عاد احب منه صاحبه الحين. اسمع الحين بيجيك ألف واحد بيقول لك انا راعي بيطالب، يمكن يطالب فيه. لا ما اعتقد يعني، بس حتى اعتقد راعي يمكن يقول لا خلوه لانه شيء يغيبه هو اللي حطه فوق العلامه هاي ما يبغي، لكن الحين صارت له قيمه. شوف فعلا ابو عبد الله كانوا هن الجمهورين المميزين بكاس العالم، اكثر جمهورين مميزين هن المكسيكي والارجنتيني، وهالفريقين لعبوا مع السعوديه. صحيح يعني كان مكس الجمهور السعودي معهم عموما. صحيح. المباراه الثانيه اليوم مباراه ايران وسوريا، وهذه المباراه كانت على استاد عبد الله بن خليفه في نادي دحيل، وانتهت بفوز الفريق الايراني او المنتخب الايراني بركلات الترجيح على منتخب سوريا. فحازم كان زعلان بداية الحلقة، بس شوي شوي احنا الحين قاعدين يعني قاعدين شوي شوي نطلع من الجو ذكر النتيجة، لانه 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 مجبل سوينا له نفس الخلطة. ايوه شو اسمه بعد من هو كان عندنا فريقة كان طلع اليوم، بس الحمد لله ان خالد جانا يعني نوعا ما يعني عايش ايه متقبل. خلنا نروح نشوف تقرير مباراة إيران وسوريا، واللي مثل ما قلنا انتهت بفوز منتخب إيران بركلات الترجيح بعد ما انتهت المباراة الوقت الأصلي في الوقت الإضافي بالتعادل بهدف لهدف، وعند ضربة ترجيح فاز المنتخب الإيراني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. نشوف هذا التقرير السريع ونرجع لكم. في ختام مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا قطر 2023، خطف المنتخب الإيراني بطاقة العبور إلى الدور الربع النهائي من البطولة إثر فوزه على نظيره السوري بركلات الترجيح بالنتيجة 5-3 في المباراة التي احتضنها استاد عبد الله بن خليفة. سجل مهدي طرمي الهدف الأول لإيران عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، فيما نجح عمر خريبين في معادلة النتيجة لصالح المنتخب السوري بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 64. وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الثاني طرد اللاعب الإيراني مهدي طرمي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. واحتكم منتخبا سوريا وإيران إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية إيجابياً بهدف لمثله، والتي ابتسمت للمنتخب الإيراني. وبهذا الفوز يواجه أسود فارس منتخب اليابان في الدور الربع النهائي يوم السبت المقبل على استاد المدينة التعليمية.
طبعا مباراة المنتخب السوري والمنتخب الإيراني كانت على استاد عبد الله بن خليفة في نادي دحيل، وكانت بحضور 8720 متفرج لهذه المباراة. وهذه قائمة المباريات في دور الـ 16، مثل ما نشوف مباراة قطر وفلسطين كان أكبر عدد حضور لأن الملعب يشيل أكثر، يعني استاد البيت يشيل أكثر، فبالتالي أكبر عدد حضور كان مباراة قطر وفلسطين 63,753. مباراة السعودية وكوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية كان 42,389. العراق والأردن على استاد خليفة الدولي 35,814، طبعا 35,000. الإمارات طاجكستان كانت على استاد أحمد بن علي في نادي الريان كانت 33,584. اليوم اليابان البحرين على استاد الثمامة 31,000 مشجع و832. تايلند وأوزبكستان كانت على استاد جاسم بن حمد في نادي السد مثل ما نشوف 18,691. سوريا وإيران على استاد عبد الله بن خليفة نادي دحيل 8,720. واستراليا وإندونيسيا على استاد تايلند وأوزبكستان كانت في الجنوب، سوري تايلند وأوزبكستان في استاد الجنوب 18,000. اللي على استاد جاسم حامد استراليا وإندونيسيا 7,863. على طار الجمهور، ترى طبعاً من الأشياء الممتعة بالمباراة حضور الأمير الوالد صراحة، يعني الله يطول عمره ويحفظه، يعني حضر مباريات كثيرة الله يحفظه. اليوم صراحة من الأشياء الواحد يستمتع فيها أمانة، من كأس العالم يعني هو لأنه يعني يحب وبعدين يحضر يحفز المنتخبات العربية. يعني نذكر احنا المغرب في كأس العالم كان الأمير الوالد يحضر، وسمو الأمير تميم الشيخ تميم الله يحفظه أيضا كان يحضر لدعم المغرب، وصل دور نصف نهائي المغرب في كأس العالم. مو بس حضور، حتى دعمهم وتكريم الفرق العربية، يعني وكأنها فرق قطرية، يعني كرم المنتخب السعودي كرم المنتخب المغربي، شيء كان ملفت للنظر. بس ابو عبد الله انا بحب بس احكي كلمه على التنظيم. طبعا تنظيم الاتحاد الاسيوي من المفترض انه يكون في مرونه نوعا ما، يعني انا بعتقد انه الملاعب في الدور الثاني من المفروض انه ما تتحدد لبعد معرفه الفرق المتاهله. يعني مثل اليوم المشكله مثلا لعبه سوريا وايران، ملعب يتسع الى 9,000 متفرج، جمهور السوري لحاله كان عم يحضر 15,000 متفرج، يعني من الأساس بملعب أكبر ما عم بيتسع. ونفس الشيء الجمهور الإيراني كبير، يعني أنت تضغط اللعبة، وعلما أنه المنتخبين والاتحادين قدموا فورا بعد المباراة طلب بنقل المباراة لاستاد البيت، المنتخبين متفقين إن كان الإيراني وإن كان السوري الاتحادين، ومع هيك رفضت اللجنة المنظمة. ساعتقد صعب يتم نقل المباراة في وسط البطولة، طبعت أنت تذاكر، طيب انت وانت مسوي الجداول والاستعدادات اللوجستيه كلها في هذا الملعب، معناتها اعمل حسابك انه في فرق جماهيريه تتاهل. ها، اعمل حسابك انه في فرق جماهيريه تتاهل. انت حازم، انت شفت في كاس العالم ملعب ينتقل؟ لا ما بينتقل، بس في كاس العالم ملاعب كاس العالم كلها مجهزه، كلها تسعه. يعني تصور انت لو منتخبنا القطري تاهل ولعبته في استاد السد أو لا لا لا، المضيف مرسوم له خط بحيث انه يكون في ملاعب كبيره. بس انا بقول لك شيء، هذا الملعب كان يلعب فيه بطل مجموعه، بطل ايران، بطل مجموعه بي، ها ولا سي؟ سي سي صح، سي ايران بطل سي، يلعب مع ثالث بي من بي المجموعة الثانية السورية، مو بس بي، مو شرط كان محدد. فكان متوقع أن يكون، يعني كان المنتخب السوري معاكم في المجموعة من كان معنا أوزبكستان وأستراليا، أستراليا إيه. فأنا أقول لك يعني هم حاطينها على يعني على على نظام معين. أنا حين في الأخير، أنا في الأخير هاي كلها الاتحاد الآسيوي، إحنا طبعا الاتحاد الآسيوي إحنا مانا، بس أنا الحين قاعد أفكر مثل ما أنت تفكر يعني. فهم حاطينها أنه ممكن تكون منتخبات مثلا طاجكستان، مثلا منتخب مثلا قرقستان، مثلا مثل ما شفنا يعني مثلا أندونيسيا. أندونيسيا صحيح. وأستراليا وين لعبوا؟ لعبوا على أي استاد؟ أندونيسيا وأستراليا بالجنوب، يمكن استاد الجنوب، استاد الجنوب صح.
استاد الجنوب يشيل 40,000 يوصل الى 45,000 متفرج، اللي حضروا 18,000. اي حضروا 18,000 بس في انا اقول لك شوف شوف معلش بس بعد انت يعني انا اقول لك يعني شوف هني ايش صار وشوف هني ايش صار مثلا يعني فهي صح، لكن 18,000 استيعاب نص الملعب. انت ما تجي مثلا جينا على لعبه العراق نفس الشيء، لعبه العراق والاردن في ملعب صغير لا يتسع على الاقل الدور الثاني، الجمهور غير جمهور الفريقين، في عندك جمهور كبير في الدوحه بده يحضر. صح يعني المشكله انه انت عم تدخل الموقع ما في مجال لحجز التذاكر، عم نعاني نحن بالتذاكر. يعني انا مثلا كنا هلا عم نحكي تحت الهواء انه بدنا تذاكر لكن ما في، عم تدخل على الموقع ما في امكانات. شوف بقول لك يعني اتصور انت العراق والاردن في ملعب لا يتسع الى 10,000، طيب جمهور اي منتخب منهم يعني اكثر؟ لا يعني اكيد هم يعني نفس الشيء اليوم سوريا وايران، يعني ملعب يتسع الى 9,000 كان الجمهور السوري في المباريات الاولى عم يحضر اكثر من 10,000 لحاله، كيف بدك تحضر جمهورين؟ لا لا كلامك في منطق، في يعني كلامك في منطق، بس انا اقول لك صعب ان الاتحاد الاسيوي يغير لك في البطوله. انت تقول ان الاتحاد السوري والايراني طلبوا اثنين، صعب حازم وانت تعرف هالشيء. صحيح انت في استعداد لوجستي واستعداد صحيح قبل المباراه، لذلك من الاسهل صعب انك تغير. الدور الثاني المفروض يكون في ملاعب كاس العالم فقط اللي استيعابها كبير 40,000. اوكي انت تقول الحين هالكلام لانك في قطر، لكن لو في بلد ثاني ممكن اذا ما في حضور جماهير. لكن لا انت شفت لا لا مش في حضور جماهيري، انا اقول لك انت الحين تتكلم لانك في قطر في ملاعب، في ملاعب مثل الملاعب هذه، بس انا اقول لك لو البطوله في مكان ثاني ما تقدر توفر انت ملاعب في فرصة قطر. لكن عشان بالضبط ما عليه فرصه للاتحاد الاسيوي يستغلها شيء حق. انا اقول لك الحين اللي يقوله حازم مش كلامه، كلام السوريين اللي برا وكلام الايرانيين. الحين حازم مش كلامه هو، حازم شخص واحد يمكن يدبر نفسه، حازم اصلا ما يبغى يروح يبغى يتابع عشان عنده شغل وتحليل، بس فعلا هاي كلام الجمهور. بس انا اقول لك العمليه يعني هالشكل تجي، يعني في الاخير هالشكل تجي. ولا انت كم ملعب في البطوله لاول مره يمكن نشوف؟ كم تسع ملاعب؟ تسع ملاعب في البطوله، تلعب ثلاث مباريات في اليوم يعني الواحد. ف لكن اوكي هاي الامور يعني تنحط يعني مثل ما بتكبط. كلمني في المباراه لهم كل شيء، لكن الاتحاد الاسيوي يستغل هالشيء اللي امنته قطر لانجاح البطوله اكثر. حتى اذا تكلمنا على الرقم القياسي لحضور الجماهير، يعني فرصه انت تحطم رقم تجيب ارقام قياسيه ما اكثر من هذا الرقم. اكثر بكثير. صح صح. يعني انت لعبت اربع او خمس مباريات في ملعب نادي السد او ملعب نادي الحيل، استيعابهم كان كثير، الناس عبد عموما اليوم نادي استاد عبد الله بن خليفه هو كان اخر مباراه عليه، وامس واستاد جاسم بن حمد وكان اخر مباراه طبعا بالضبط. فبالتالي مباريات دور الثمانيه راح تكون على ملاعب المونديال كلها يعني معناتها العزر من العراق ما هيك؟ فاجئهم هن متوقعين اليابان يطلع بطل مجموعه، طلع العراق بطل مجموعه لعب في في استاد السد. اليابان بالضبط طلع العراق هو بطل مجموعه لعب في استاد السد. لا ما هو اليابان لعب في استاد السد؟ لا العراق ها لعب ضد من؟ سوريا. العراق لعبته مع الاردن مو هيك؟ لا 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 لا, 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 لا عفوا العراق والاردن في استاد خليفه. في استاد خليفه عفوا. ايه لا العراق ما لعب في السد. سوريا لعب لعبتين في ايه في استاد السد مع اوزباكستان ومع ومع الهند ولا مع استراليا؟ لا, لا, لا مع الهند في انت وسوريا والهند في استاد البيت. اوزباكستان واستراليا لعبهم بالسد ثنتين لعبهم. اي اوكي وواحدة باستاد البيت مع الهند والثالثة باستاد عبد الله بن خليفة. عبد الله بن خليفة ان شاء الله في البطولات الجاية بس تلعبون على ملاعب المونديال ان شاء الله. مش نحن الفرق كلها يعني نحن بنتمنى نشوف ان شاء الله ان شاء الله اقول لك في افضل صور باذن الله. زين باذن الله كلمني عن المباراة. طبعا عندنا مؤتمرات صحفية، خلينا نشوف هكتور كوبر ايش قال مدرب منتخب سوريا تصريحه لهذه او بعد هذه المباراه. يقول الله يسلمك هكتور، قدمنا مباراه كبيره ولم يكن ينقصنا الا التوفيق. منتخب سوريا قدم اداء جيد ومواجهه منتخب مصنف ثاني اسيا
عدنا للمباراة بعد التأخر بهدف. اليابان ثاني آسيا إيران عفوا إيران ثاني أوكي عدنا للمباراة بعد التأخر بهدف وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة. وهذه كرة القدم وهذه كرة ثانية. حازم أنتوا راضين عن كوبر؟ يعني المدرب كوبر هلا نحن الشارع أنا السوري راضي أكيد الشارع السوري في رضا تام عن المنتخب بشكل عام. أول شيء بحب لهم هارد لك يعطيهم العافية ما قصرتوا كل القائمين على المنتخب من اتحاد كرة القدم إلى الكادر التدريبي الفني والإداري إلى اللاعبين يعطيكم العافية ما قصرتوا وظهرتوا أفضل ظهور وقدمتوا نفسكم وقدمتوا المنتخب ب ب ب بحلة جديدة في هذه البطولة. طبعا هي على الورق حققنا إنجاز في التأهل للدور الثاني لأول مرة بالرغم من أنه أنا رأيي الشخصي كان بيطلع معنا أكثر من هيك. المنتخب أنا بحب أشكرهم وقلهم ليست هذه النهاية بالعكس هذه البداية. المنتخب هذا ممكن ينبنى عليه ينقصه الانسجام باعتبار اللاعبين المحترفين اللي ردفوا المنتخب عملوا إضافة كبيرة مع المدرب التحقوا بفترة كتير متأخرة. لو كانوا على بكير كان ممكن نشوف المنتخب بصورة أفضل من هيك. لكن هذا المنتخب ممكن البناء عليه للمستقبل عندما يتم الانسجام بين اللاعبين أمامهم تصفيات كأس العالم. ما قصرتوا يعطيكم العافية. طبعا كنا نتمنى لكن ركلات الحظ الترجيحية أبعدتنا نوعا ما. وأنا بتصوري اليوم ظلم المنتخب للأسف للمرة الثانية. الحظ بأخطاء الحكام يقف مع المنتخب الإيراني. يعني شاهدناه بالدور الأول حالة طرد لحارس المرمى كانت مستحقة 100% وللأسف كان الحكم سوري في تلك المباراة ولم يطرد. واليوم نفس الشيء. أنا باعتقادي بتصوري رأيي الشخصي كتحليل شخصي لست صحيح لست حكما لكن في حالة ركلة الجزاء أنا باعتقد هذه الحالة نفسها لو صارت في نص الملعب يطرد اللاعب. يعني الدخول العنيف وهاي كانت فرقت كتير صحيح. يعني يعني منها. يعني أنت تقول أن حارس إيران لازم يطرد كان أنا بتصوري إنه هي اللعبة كانت بعد طرد ثارمي ولا قبل 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 قبل, قبل, قبل. يعني كان ثارمي ما انطرد لا قبل لا مش طرد لا لا أنا بس أنا أسأل بالضبط قبل هي كانت قبل كانت قبل نحن التعادل كان قبل الطارمي انطرد في الدقيقة الأخيرة فقط الوقت بدل ضائع إضافة والوقت الإضافي لعبوا بنقص لاعب. نحن ما استغلينا نقص اللاعب في الوقت الإضافي تحسن أداء المنتخب هجوميا حاولوا لكن يبقى المنتخب الإيراني فريق كبير ونحن أشد المتفائلين في المنتخب قبل البطولة لم يتوقع يعني هذا المستوى اللي قدموه. لكن بشكل عام يعطيهم العافية منتخب يمكن البناء عليه للمستقبل بمنتخب جيد يقارع كبار آسيا يصارع وممكن التأهل إلى نعم. كأس العالم بالتصفيات. يعطيهم العافية وما قصروا. يعني حقيقة ترى المنتخب الإيراني اليوم يعني بين أنه مو بذاك البعبع في البطولة. أتفهم. يعني صح أبو موسى؟ أتفهم معك مليون. يعني لما تقول لي يابان كوريا أوكي شفنا بعيننا يعني. صحيح. لكن المنتخب الإيراني إي والله يعني صحيح هو فاز على سوريا اليوم وكان ناقص عدد بس يعني مو الفريق ما أدري يعني أنا شفت ترى المنتخب الإيراني الأفضل لعبة لعبها هي أول مباراة أمام فريق أمام فلسطين بس وتوفق يعني في الهدف في الدقيقة الأولى يعني وهذا أثر يعني أثر. لكن عدا ذلك ترى المباريات الأخرى ما شفنا الفريق اللي يحكى عنه ونسمع عنه والفريق الجبار والمخيف. أنا شوف فريق عادي يعني. هو الفريق السوري في هذه البطولة دفاعيا أدى بشكل ممتاز أجاد دفاعيا يعني أقوى يمكن دفاع في البطولة نعم. يعني لعبة إيران هو من المرمى بهدف لكن هجوميا كان عندنا نوعا ما تقصير في الناحية الهجومية. وهذا أسلوب كوبر أسلوب كوبر نوعا ما إضافة إلى اللاعبين الجدد. يعني عامل الانسجام بيلعب دور في الناحية الهجومية تلعب دور كتير إضافة إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين لاعبين جدد. هذا الشيء يعني أمثال السومان المواس الكذا يعني نوعا ما في عدم جاهزية تخريبين هذا لعب دور كبير. لكن بشكل عام المنتخب السوري دفاعيا كان ممتاز يعني وهذا الشيء ممكن ينبنى عليه. اليوم شاهدنا هجوميا فعل الناحية الهجومية خصوصي بعد ما تأخر وهذا الشيء طبعا لأنه اللعبة أكون أو لا أكون صحيح. يعني اللعبة خروج مغلوب أدوار إقصائية
وفعلا نال الهدف التعادل، احرزنا هدف التعادل. بعد هدف التعادل في حاله الطرد في التمديد حاولنا اكثر من مره، حصلنا اكثر من فرصه، لكن بشكل عام قلت لك انه نحن المنتخب هذا يمكن البناء عليه مستقبلا، يعني عامل الانسجام راح يلعب دور كبير، اضافه الى بعتقد انه في لاعبين محترفين راح تردوا في المنتخب بعد البطوله، والمنتخب امامه تصفيات كاس العالم، يعني هذه بس هذه اللقطه خلي النوى، هاي اللقطه مش حق لا هاي لاعب سوريا، لا اللاعب طارمي اللي مطرود طارمي رقم 9، لان الصوره هذيك توضح انه كان الكارت حق لاعب سوري، لا الطرد للاعب ايران اللي هو طارمي رقم 9. حتى لو كانت لقطه الحارس موجوده كنت شفتها، يعني مهدي طارمي هو اللي انطرد من هذه المباراه في الدقيقة كم حازم انطرد؟ في الدقيقة 89 89 يعني آخر ال اي، لكن 10 دقائق بدل ضائع لعبوا ناقصين لاعب، إضافة إلى الوقت البدل ضائع التمديد إضافة، يعني الوقت الإضافي. لا سوريا متى سجلت؟ لا سجلت قبل، سجلت دقيقة 75 تقريبا 75 تقريبا 75 مداخلة بسيطة تفضل عبد العزيز. 64 حازم تتكلم عن المنتخب هذا ممكن يبنى عليه ويتطور مرحلة قادمة، هل مع كوبر ممكن تبني عليه وتطور مع هذا الأسلوب الدفاعي؟ شوف في ظل العمق كلام سليم، الهجومي كلام سليم، نحن في عنا نوعية لاعبين جيدين، أكيد الكوبر فلسفته الدفاعية ما راح يتخلى عنها أكيد، لكن نحن المشكلة افتقرنا للخطوة الثانية، يعني انت وقت بدك تلعب باسلوب دفاعي في مدربين بتلعب باسلوب دفاعي، يعني هلا لو تكلمنا على سيموني، لكن بدك تبدا انت التحول، صحيح. عندك تحول الشق الثاني، التوازن يعني التوازن اللعبه من شقين دفاعي وهجومي، يعني صحيح. عندك نحن المشكله انه نحن افتقرنا للتحول، انه الناحيه الهجوميه يعني كنا عم ندافع صح لكن ما كان عندنا تحول، انه نحن وقت عم نمتلك الكره حتى في التحول عندك نوعيه لاعبين يجدون التحول بالضبط، يعني التلفون لاعبين بثلاثه أيوة. باربعه بالضبط، لو كان عمر الصومة موجود كلاعب محطة، لو كان عمر خريبين مثلا جاهز، لكن نحن افتقرنا سرعته اللاعبين السريعين امثال مواس، لكن نحن افتقرنا لهذا الشيء، وطبعا وجود اللاعبين جدد، انت في خمس لاعبين في ارض الملعب بيلعبوا لاول مره بيلعبوا مع بعضهم، يعني تصور انت التحقوا في البطوله المنتخب في لاعبين مش عارفه اسماء بعضها، وهذا شيء مو سهل، صحيح. انك انت تبني هالالفه بين اللاعبين وعامل الانسجام يتولد خلال البطوله مو سهل هذا. كابتن حازم انا مع يعني التوجه في بطوله واختيار مدرب فكر دفاعي، بس فكر دفاعي في مرونه اني انا اقدر اروح بعيد اقدر اخذ فيه بطوله. برافو عليك تماما، يعني مين مثلا ما في مقارنه مثلا او اقارن بين المنتخبين، مثلا منتخب قطر في 2019 صح احنا لعبنا بشكل يحيلك انه بشكل دفاعي، لكن في مرونه تكتيكيه خط الوسط، لكن على في التحولات لا شوف تستفيد من التحول، أيوة عندك لاعبين مهاجمين عم بيسجلوا اثنين وثلاثه واربعه وخمسه مرات، لان في مرونه تكتيكيه فالتحول يصير متنوع عندك، لكن صبغه دفاعيه ممكن انا اجيد مباراه ممكن اوصل مرحله، لكن على المدى البعيد لا هذا الفريق يتعب. خل ننوه ان عمر السومه اعلن تراجعه عن الاعتزال دوليا، وبالتالي كوبر الآن أمام أيضاً خيار أنه يختاره لتصفية كأس العالم، صحيح صحيح ممكن ولا لا؟ ممكن يرجع، يعني الآن وقته صراحة، إذا كان عند إذا حازم أنت تقول أن المنتخب جيد والمدرب جيد أيضاً أنت لازم تستفيد من هالكفاءة، يعني السومة هاي مش واحد عادي، يعني هو كان قرار مفاجئ طبعاً قبل البطولة، الاستغناء عن عمر السومة كان قرار صادم للشارع السوري، لكن يبقى قرارات مدرب. انت تخيل كابتن حازم لو عندك عمر السومة عمر خربين في الاحتياط اوكي وجاهزين نوعا ما 70-80% بدنيا، وتدخلهم الشوط الثاني تغير من نظام التحول عندك او الشكل الهجومي، يصير عندك ثقل كمدرب 100% صحيح، مو شرط اللاعب تلعب فيهم، لكن انا اتكلم عن نظام كيف تكون فيه مرونه، صعب انا العب يعني اليوم صعب تلعب يعني 90 دقيقه فريق ناقص الايراني، صح انت توصل لكن ما استفدت حتى من التبديلات اللي دخلتهم الهجوميه، فلازم يكون عندك كواليتي معين تقدر تغير نتيجه وتبني عليه. 11 فاد الفريق، خلينا نشوف ضربه الجزاء ركله الجزاء، خلينا نشوف احصائيات المباراه ايضا موسى على الدار حازم، هذه احصائيات المباراه
نسبة الاستحواذ لمنتخب إيران 58 مقابل 42 لسوريا. ومثل ما نشوف يعني الأرقام، شوف التسديدات، يعني 20 لإيران 10 لسوريا، 12 على المرمى 4 ل، يعني أنا من وجهة نظري الفريقين كانوا متشابهين نوعا ما داخل الملعب، متشابهين يعني يمكن في فترات في تفوق المنتخب الإيراني، لكن السوري اليوم ما كان ايضا كمان منتخب نوعية، يعني نوعيه اللاعبين لغمة سهلة يعني المنتخب الإيراني وتصنيفه العالمي وتصنيفه الآسيوي فرق كبير عن المنتخب السوري. ونحن بقدر بقول لك ابو عبد الله، نحن المنتخب الإيراني لم نفوز عليه من سنة 1973، يعني من 51 سنة ما فزنا على المنتخب الإيراني. تصفيات كأس العالم من معاكم حازم؟ اليابان، اليابان وكوريا الشمالية. بس ثلاث فرق؟ لا، وجزر المالديف. جزر المالديف لعبتوا كم مباراة؟ لعبنا مع كوريا الشمالية واليابان، فزنا على كوريا الشمالية وخسرنا مع اليابان. البحرين أبو سعود، مجموعة البحرين الإمارات، الإمارات ايوه، من أبو أحمد؟ ماليزيا، فزنا على ماليزيا وخسرنا من الإمارات. يعني مباراة الخسارة في البحرين كانت في البحرين مباراة؟ نعم 1-0. وهذه طبعا مشتركة التصفيات حق كأس آسيا 27 وحق نفس الشيء كأس العالم. وهي الغريب انه بديت التصفيات وانت بتلعب هلا النهائيات بعد التصفيات. لا تصفيات حق البطولة الجاية. أعرف بس نحن انه تأخر هذه البطولة عم تلعبها بهالوقت هذا وانت بديت تصفيات لنفس البطولة. على طاري التأخر، والله انه في واحد سألني انا يعني يقول لي ليش تكتبون، يعني مش تكتبون ان ليش البطوله قطر 2023 والبطوله في 24، لان البطوله اصلا ما كانت المفروض في قطر، كانت في الصين، كانت في الصين. فبالتالي يعني اسندت الى قطر بعد اعتذار الصين، واتفقوا على هذا الوقت. صحيح بعد اعتذار الصين. بعد اعتذار ليش الصين اعتذرت حازم؟ الصين اعتذرت الوباء، مشان موضوع الوباء للكورونا. تبي صراحه انا والله عدم جاهزيته، ودي كل الدول تعتذر ومشكوره كل قطر، كل بطولات تصير هنا في قطر. اي والله صراحه احمد موسى صرنا ما بقى نتقبل بطولات غير مكان. لا امريكا اللاتينيه بطولات وكاس افريقيا يبي يروح، يعني لا بطولات تجي هنا، كاس غزي كوبا امريكا، كوبا امريكا وكاس افريقيا. ايش رايك؟ تعودنا على التنظيم ابو عبد الله، ما بنتقبل بطوله برا غير بقطر. طبعا البحرين معاهم الامارات واليمن، ها، والنيبال، يعني مجموعه ايضا سهله تعتبر يعني حق البحرين ان شاء الله، اذا يعني اشتغلوا على الفريق ان شاء الله. وانت سوريا من كوريا الشمالية واليابان وجزء ميانمار. ميانمار؟ ميانمار. بس نفس الشيء احنا اللي بيهمنا في مجموعتنا هي لعبة كوريا الشمالية. انت مع اليابان؟ ايه، اليابان متفوق في المجموعة اول، نحن فايزين من على مجموعة البحرين، الامارات والبحرين، عفوا، على اليمن وعندكم اليمن و ميانمار ونيبال. نيبال. ميانمار ان شاء، يعني انا ليش سالت هالسؤال، انا اقصد الحين هذه بطوله وانتهت. الحين شنو الخطوه الثانيه؟ التصفيات، فالبحرين او سوريا، ها ابو سعود، تكمل التصفيات. هي يعني اليوم، لذلك ابو عبد الله قلنا لك انه هذا المنتخب ليست هذه النهايه، بالعكس المفترض تكون هذه البدايه، المكتسبات هي تاخذ من البدايه يبني عليها. نعم. عندك على التصفيات اهم، تصفيات كاس اسيا وكاس العالم. سؤال عمر، سؤال حازم، تفضل. مع عوده عمر السومه للمنتخب، أنا؟ نعم. أكيد مع عودته، أكيد 100%، يعني قيمة فنية كبيرة، لاعب يجيد التسجيل، حتى ولو لم يقتنع فيه المدرب فنيا بيرجع وبيقعد برا، بيقعدوا برا إذا مش مقتنع فيه فنيا. ممكن تحتاجه، نحن احتجناه بمراحل بهذه البطولة كنا بأمس الحاجة له، خاصة دي المباراة، وخصوصا بهيك مباراة بشيء. نذكر احنا المباريات اليوم، خوفك يسوي فيه نفس علي مبخوت، نفس ما عمل مدرب الاماراتي بالضبط. لا بس اللي سواه، لا احمد موسى، بس اللي سواه مدرب كوبر، مدرب سوريا، انا من وجهه نظري تصرف صحيح، افضل ايوه، افضل عشان افضل مدرب الاماراتي. على الاقل قال لك انا ما ابغي وما جابه، بالضبط. لكن لاعب قيمته واسمه وتاريخه، انت مدرب الامارات جاب علي مبخوت وسوى شوشره داخل المعسكر. ابو عبد الله، المدرب لازم يكون معد نفسي مثل ما هو مدرب،
يعرف يتعامل مع النجوم. يعني المفروض مثل ما تكلمت على علي مبخوت، فعلا نفس موضوع السمع، المفروض علي مبخوت هو يكون متقبل هذا الشيء، في اتفاق بينه وبين مدرب. يعني حتى ولو كبر النجم، إما بدك تستغني عن النهائي خلاص يكون عندك بديل جاهز من الشباب، أو بدك تعيشه حالة نفسية تعده نفسيا أنه وقت تحتاجه ولو ربع ساعة نص ساعة يكون حاضر. يعني شاهدنا في نجوم عالميين مرقت على بتاريخ العالم تشارك ربع ساعة ونص ساعة وما هي تعطي، لكن في شيء إعداد نفسي له يكون هو طيب متقبل هذا الشيء. اليوم انتهت خلاص مباريات دور الـ16، وكانت آخر مباراة من الثمان مباريات هي مباراة سوريا وإيران، واللي انتهت بفوز المنتخب الإيراني. الآن خلاص مواجهات دور الثمانية أصبحت واضحة. طبعا بكرة راحة، يوم الجمعة والسبت، يوم الجمعة مبارتين، يوم السبت مبارتين في دور الثمانية. يوم الجمعة طاجكستان راح تلاقي الأردن، طبعا طاجكستان أخرجت منتخب الإمارات، الأردن أخرج المنتخب العراقي، وبالتالي هم راح يتلاقون على استاد أحمد بن علي الساعة 2:30 يوم الجمعة. أستراليا أخرجت أندونيسيا، كوريا الجنوبية أخرجت السعودية، وبالتالي أستراليا وكوريا يوم الجمعة على استاد الجنوب الساعة 6:30. يوم السبت المنتخب الإيراني اللي أخرج المنتخب السوري والمنتخب الياباني اللي أخرج المنتخب البحريني راح يلعبون مع بعض على استاد المدينة التعليمية الساعة 2:30، فيما منتخبنا الوطني اللي أخرج المنتخب الفلسطيني وأوزبكستان أخرج منتخب تايلاند، وبالتالي قطر وأوزبكستان على استاد البيت الساعة 6:30. خلنا نروح تقرير فعاليات وأجواء كأس آسيا ونرجع لكم. يعني الأجواء جدا جدا حلوة، أكثر ما توقعنا، شفنا فيديوهات كثير على السوشيال ميديا، بس بالحقيقة أحلى بكثير. يعني الأجواء حلوة، كل مرة منشوف شيء موسيقى رأس عن البلاد معينة، كتير حلوين الفعاليات وننبسط كتير لما نشوفهم، بتحس هيك بأجواء المونديال وقتها السنة الماضية. فعاليات حلوة واستنسنا بالفرقة العمانية والعرض الكترية، كل شيء يعني زين حلو. نوجه شكر خاص إلى دولة القطر وإلى شعبها المحترم وإلى التنظيم الجميل والممتاز كلش، يعني تنظيم كلش رائع وتعامل كلش لطيف من شعب كلش مرتب، وما شفنا أي ثغرة من عندهم من أي ناحية، يعني من ناحية التعامل التسهيلات كلش جميلة. يعني ما شاء الله أجواء جميلة، والحقيقة أول زيارة للقطر، فاتنا كأس العالم والحمد لله جينا كأس آسيا، والحقيقة الفعاليات والمهرجانات اللي هنا ما شاء الله جميلة جدا ورائعة الحقيقة، ما توقعتها كذا صراحة، ما شاء الله تبارك الله. حقيقة أنا وصلت الدوحة اليوم وتفاجأت باللي شفته اليوم حقيقة، سواء في هذا المكان الجميل أو بما شفته من الفعاليات خاصة بطولة كأس آسيا. تنظيم ممتاز جدا، لا من مواقف سيارات لا من المطاعم، تنظيم المداخل المجمعات حلوة كلها، وأجواء صراحة خرافية كل جميلة. مختصر الكلام قطر حلوة، حلوة قطر. طبعا هذه كانت اجواء كاس اسيا. ابو سعود
انت جيت بسياره ولا بطياره من البحرين؟ لا بطياره، بس عندي سيارتين في قطر. يعني قاعد تدور بسيارتك؟ اي اروح استمتع بالاجواء واروح كل يوم في مكان، يعني الحمد لله. وين للحين ما خلصت؟ للحين بعد في اي للحين. وش اكثر شيء يعجبك؟ كل مكان، يعني كل مكان له طابع خاص، كل امانه يعني ما تمل الحمد لله. يعني في معالم سياحيه في قطر صراحه مبهره، يعني الكل نشوف عيونهم في عندهم في عينهم عين الرضا، يعني الكل منبهر سواء بحريني خليجي حتى اجنبي. فبكل امانه يعني بصراحه في اشياء عندكم في الدوحه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني وهذه من حلاوه يعني تنظيم كاس اسيا ان هناك ولا وفي هالجو قطر يعني حلوه تكون. اي والله ايوه. رحت لوسيل، مش لوسيل، درب لوسيل اقصد الكورنيش. لوسيل رحت له قريب من الفاندوم. لا ما رحت لهذا. جزيرة المها للحين ما رحت. يا قول علي بيلك علي المينا. ها اي المينا رحت. لا المينا راح بس زين. وش اسمه طبعا مشيرب وهذه. اي رحت طبعا المعلم الاول في 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 قطر سوق واقف رحت له، يعني هذا سوق واقف. ها اي جميل جدا. طبعا سوق واقف مشيرب بسعود من قريب تروح لهم بس مشي. يعني ماشي. اي حازم عاد انت دالها الاماكن كلها. ها انا صرت من قطر ل 12 سنه 13 سنه 12 سنه ما شاء الله. حازم 12 سنه ما شاء الله، والله لنا الشرف يعني بلدنا. الله يسلمك يا حازم، نعتز فيها. الله يخليك يا رب. انزين ابو موسى الحين خلاص يعني قررت تروح مباراه اليابان؟ اليابان بعد ها ويا الحبيب ابو سعود، بس هالمره ما راح ناخذ. قرصني يعني طالعتني برا؟ لا قلت ما راح ناخذ مجبل. يا مجبل ما راح ناخذه. ليش؟ وجه الكلام لك. لا لا ليش ليش يعني؟ ها ليش؟ ما بس ما راح ناخذ. لا ليش ايش سوى يعني؟ لا نروحها بدون مجبل والله ما تسوى. لا ايش سوى يعني؟ ما سوى شيء، بس صراحه ما نبي ناخذ، خايفين عليه من التعب لانه مشى وايد اليوم، يعني ثلث ساعه رايح ثلث ساعه راد. اقول فسخ الجاكيت اخر شيء. وبالغوه عبد الله اني انا ما تعب. سبت الرهان. زين انت شفته يوم فسخ الجاكيت؟ اي فطس. فطس ما اقدر والله العظيم. اي والله يعني فالصراحه ابو علي اسمح لنا ابو علي، احنا خوفا عليه وحرصا عليه. لا هو لبس لبس جوتي رياضه. اي لابس جوتي رياضه. صدق؟ قال بلغوه. انا موصيه والله ودزيت له رساله. لا لا اموره زينه. بس احنا فاجئنا بالبدله، احنا توقعنا يعني ما يلبس بدله. يا اخي المفروض ما يلبس بدله، المفروض يلبس سبورت. كان عامل حسابه بيطلع بيه البرنامج. كان عامل حسابه بيطلع بيه البرنامج. والله رايح لي مزنط. محاضر رياضي. محاضر رياضي. بعدين اقول الناس قاعد تصور وياه. يعني شوف محاضرات بالدرجات. عبد الله شوف في شهاده لازم تقال. تفاجئنا صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن بالجماهير اللي تصور وياه امانه. صدق؟ كبار وصغار وحريم وريايل و وكل كل شيء يعني. وانتو ما حد صور معاكم؟ ابد ابد انا والله ابد. خذ علينا الاضواء. يعرفوني بحرينيين يعرفوني. والله؟ يعني انتو لاعبين ونجوم يعني. بس مجبل صراحه خذ الاضواء كلها. ابو علي خذ الاضواء كلها للامانه ويستاهل ابو علي. حكم العمر يعني. اكيد اكيد. يعني 74 سنه وهو ما شاء الله وهو بهالكوره. ها؟ بهالكوره. اي والله يعني وهو في هالمجال ما شاء الله. بس هو نشيط على السوشيال ميديا ترى. اي ما شاء الله يعني. فيسبوك و يعني هو شغال يعني. بو سعود انت في البطوله ما الظاهر ما طلعت ما تمشيت. اتمشي وين؟ في هذه البطوله. يعني ما رحت شفت اجواء سوق واقف. لا لو سيل. لا. ليش بو سعود شنو يعني؟ لا لا يعني ما في شيء يعني. يا اخي اليوم في الليل روح سوق واقف. شو المشكلة؟ الدفنة هذه المناطق كلها حذاي يعني شبعان منها يعني. لا بس انا اقصد تروح اثناء البطولة يعني؟ ايه؟ لا لا ما رحت. ها؟ اشوف مباريات. بيتوتي ابو سعود انت؟ لا مش بيتوتي يعني على المزاج. والله اللي عندك ذاك ولا يطلع كلش. ولا يطلع حتى. اي والله 24 ساعة قاعد في الفندق. يبي يطلع كتار يبي كتارة تجي البيت. اقول لك والله يا اخي كسول كسول جدا. عندنا أخبار آسيا نشوف هذا التقرير اللي تحدث عن كل الأخبار اللي صارت أو أهم الأحداث اللي أو الأرقام اللي صارت نشوفها في هذا التقرير ونرجع لكم.
أخبار كأس آسيا. في كأس آسيا قطر 2023 عيادات طبية للمشجعين بالملاعب. تجربة فريدة تسهم في تنمية المهارات. متطوعون من 107 جنسيات في كأس آسيا. مدير العمليات المركزية باللجنة المنظمة يصرح: نجاح العملية التنظيمية للأسيوية كان بكوادر وطنية. المدير العام لبطولة كأس آسيا 2023 تاريخ قطر التنظيمي مشرف قارياً وعالمياً. طرح تذاكر مباريات ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023. كوريا الجنوبية تتخطى السعودية وتلحق بركب المتأهلين لربع النهائي. مدرب المنتخب الفلسطيني: النسخة القطرية من البطولة ستبقى مصدر فخر لأبناء فلسطين. الفعاليات التراثية تتواصل وتجذب ضيوف بطولة كأس آسيا قطر في كتارا. ناصر غانم الخليفي يشيد بنسخة كأس آسيا. حمى كرة القدم تجتاح طاجكستان العاشقة للمصارعة بعد النجاحات القارية. مجبل يقول لكم أنا لابس البدلة على أني بخلص، يقول يمكن يعني يجيني مسج يجيني مسج من بس لا والله يا أبو علي، والله العظيم يا أبو علي، أن إحنا بالعكس يعني، بس اليوم لأن مباراة سوريا ومباراة البحرين فاليوم يعني، ولا أنت يا أبو علي قامة يعني وركيزة معانا في البرنامج، إن شاء الله راح تكون معانا يعني ما يحتاج يعني. وبعدين أنت يعني لازم ترتاح حتى يعني لصحتك، يعني نبغيك ترتاح صراحة، هو ترى يتابعكم ويسلم عليكم. ما نبي نسهرك اليوم، ما نبي نتعبك، يعني أنت ثروة لازم نحافظ عليك يعني حق هالبطولة. استشفاء لازم استشفاء لازم نسوي ريكفرينج. ثلج ثلج يعني هذا هو يا أبو علي. عموما إحنا وصلنا للختام. أشكرك حازم، جيات إن شاء الله أفضل إن شاء الله. كابتن خالد النصف بسعود، شرفتنا في بلادك بلا شك، شرفتنا في برنامجنا، وأنا سعيد صراحة وياكم ويا الأخوان. الكابتن والله يوفقكم إن شاء الله إن شاء الله، ودوم إن شاء الله من نجاح إلى نجاح أجمعين يا رب، وإن شاء الله القادم أفضل للأحمر البحريني بإذن الله، بإذن الله الجميع إن شاء الله في تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله في كأس آسيا القادمة. شكرا لك كابتن عبد العزيز حسن. شكرا لك يا أبو موسى. أحمد موسى شكرا لك. أيضا أشكركم مشاهدينا وأشكر طاقم العمل. اليوم موعدنا معاكم بكرة يتجدد الساعة 10 مساء دوما بتوقيت الدوحة. لكم تحياتي، تصبحون على خير في أمان الله.